ده ثابت. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الأصدقاء، معكم يتجدد اللقاء ودوري الجمهورية مواليد 2005 ملعب الأهلي بمدينة نصر. لقاء يجمع النادي الأهلي مع نادي غزل المحلة. نتمنى أن احنا نشوف لقاء ممتع وجميل ومميز من لاعبي الفريقين علشان تكون الإثارة والندية والمتعة الكروية حاضرة في مباراة اليوم. مباراة هامة جدا طبعا للنادي الأهلي، اللي آخر مبارياته طبعا مشاهدينا الأعزاء كان تعادل في الوقت الأصلي مع نادي فاركو بهدف لهدف، ومن ثم حقق الفوز بركلات الترجيح بخمس أهداف مقابل ثلاثة. ونفس الحال لنادي غزل المحلة اللي تعادل مع بيراميدز 1-1 أيضا، وحقق الفوز بركلات الترجيح بثمان أهداف مقابل سبعة. إذن ينتظر أن احنا نشوف لقاء جميل وممتع من لاعبي الفريقين. هذه الجولة اللي بتشهد طبعا مباراة الأهلي مع غزل المحلة أيضا تشهد لقاءات المقاولون مع الإسماعيلي، بيراميدز مع سيراميكا، الزمالك مع فاركو، وإنبي مع وادي دجلة، بتروجيت مع أسيوط، الاتحاد مع زد اف سي، والجونة مع حرس الحدود، بلدية المحلة مع سموحة، والقناة مع فيوتشر. أمنا طبعا لاعبي النادي الأهلي وأيضا لاعبي نادي غزل المحلة يصطفون مع طاقم التحكيم قبل بداية أحداث هذا اللقاء. تشكيل الفريقين لمباراة اليوم مشاهدين الأعزاء، كابتن حسن محمد المدير الفني للنادي الأهلي اختار حازم جمال لحراسة المرمى، أحمد عبدين وعبد الله بستانجي، يوسف جمال وطارق فوزي، وأحمد خالد قباكة، ومعه أحمد وحيد، محمد عبد الله ويوسف عفيفي وفارس خالد، وشهاب كرأس الحربة في مباراة اليوم. على الجانب الآخر نادي غزل المحلة، كابتن محمود صبحي المدير الفني اختار عصام المحمدي لحراسة المرمى، محمد صبري ومحمد نور الدين، ومعه محمد محمود مجدي عبد الحميد ومحمد خالد النجار، وفي وسط الملعب محمود كرم وعمر سعد، وأمامهم فتحي محمود ومعاذ أحمد وعاطف حسن الحكيم ومحمد علي إبراهيم. طاقم التحكيم لمباراة اليوم محمد علاء هاشم، وبيعاونه عبد العزيز محسن ومساعد تاني محمود رزق. نتمنى التوفيق لطاقم التحكيم في مباراة اليوم ويخرجوا بالمباراة لبر الأمان، ويعني يعطوا العدالة للاعبين في أرض الملعب. أدي طبعا الروح الرياضية الجميلة اللي أصبحت سمة يعني جميلة ومميزة لكرة القدم المصرية في الفترة الأخيرة. كلنا طبعا بنتابع السوشيال ميديا وبنشوف بقى الروح الجميلة جدا ما بين جماهير كل الفرق المصرية الحقيقة في الفترة الأخيرة، يعني روح جديدة وروح طيبة وروح جميلة، ونزكيها ونفرح بيها كمان، يعني نتمنى استمرارها. وكرة القدم في الأول وفي الأخير هي روح رياضية، هي منافسة داخل الملعب، وأيضا الروح الرياضية الجميلة اللي لمسناها جميعا في الفترة الأخيرة مشاهدينا الأعزاء. هي لحظات قليلة ونبدأ مع حضراتكم أحداث هذا اللقاء، وادي قراءة الفاتحة ما قبل بداية المباراة من لاعبي النادي الأهلي مع البدلاء أيضا اللي متواجدين في مباراة اليوم. بالمناسبة نقولهم يعني عمر كامل، زياد سامي، وأسامة أحمد، إبراهيم عادل، محمود لبيب، حسام عادل، محمد رأفت، وهشام مصطفى، ويوسف عبد الحفيظ. حكم اللقاء محمود علاء هاشم أو محمد علاء هاشم، بيتكلم طبعا مع لاعبي النادي الأهلي، يوسف عفيفي طبعا من النادي الأهلي وعاطف حسن الحكيم من نادي غزل المحلة، وبيقول لهم يعني التعليمات ما قبل بداية أحداث هذا اللقاء. هي لحظات بإذن الله ونبدأ مع حضراتكم المباراة مشاهدينا الأعزاء. كل فريق طبعا بيتلقى التعليمات الأخيرة من جهازه الفني قبل بقى ماراثون المباراة اللي طبعا هيستمر لمدة 90 دقيقة، وكلنا عارفين طبعا اللائحة مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الأوفياء، مشاهدي شاشة قناة الأهلي، إنه في حال التعادل سواء بقى سلبي أو إيجابي خلاص اتحاد الكرة أو المسؤولين عن لجنة المسابقات لقطاعات الناشئين يعني أقروا إنه يكون لازم يكون في فريق فايز يعني في المباراة، والفريق اللي بيفوز في ركلات الترجيح بيضاف له نقطة، زي ما يعني شرح سابقا نجمنا في الاستوديو التحليلي كابتن محمد حشيش ودكتور أحمد ثابت في ضيافة طبعا الكابتن أسامة حسن.
إذن هي لحظات ونبدأ المباراة، وادي بقى لاعبي ونجوم النادي الأهلي اللي بإذن الله يكونوا نجوم كبار جدا في كرة القدم المصرية في المستقبل القريب. الفريق اللي ممتع، الفريق اللي دايما يعني بيقدم أداء جيد في الفترات الماضية والجولات الماضية، النادي الأهلي اللي كان حقق يعني 5 فوز منهم فوز كبير جدا على النادي بلدية المحلة اللي هو طبعا أصبح متواجد في الدوري المصري الممتاز، ونادي غزل المحلة طبعا هبط مع نادي حرس الحدود وأسوان لدوري المحترفين. وبالمناسبة آخر مباريات الفريق الأول بقى النادي غزل المحلة، الفريق الكبير والفريق العريق اللي خرج وقدم نجوم كبار جدا لكرة القدم المصرية مشاهدين الأعزاء، كان خسره في دوري المحترفين من فريق أسوان ب0-2. النادي الأهلي بإذن الله ربنا يوفقه في مباراة الإياب والعودة أمام صن داونز، بإذن الله ننتظر بقى المساندة الجماهيرية الكبيرة اللي تعودنا عليها طبعا من جماهير النادي الأهلي، وبإذن الله التوفيق يكون حليف اللاعبين ونقدر إن احنا نتخطى صن داونز ونصعد إلى المباراة النهائية. بدأنا مع حضراتكم أحداث اللقاء، وادي أحمد خالد كباكا بيلعب كرة بينية خطرة جدا، البداية محمد عبد الله عرضية داخل منطقة الجزاء، إيه البداية السخنة دي؟ إيه البداية السخنة دي؟ ده احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وشوف لاعبي النادي الأهلي يعني واضحة جدا بقى التعليمات من المدير الفني كابتن حسن محمد في البداية كده للاعبي النادي الأهلي علشان يعني يبحثوا عن هدف أول سريعا في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. طبعا خلي بالك الحاجات دي بتكون مهمة جدا على المستوى النفسي للعيبة، انك تمسك المباراة ضاغط منذ البداية بتوصل رسالة للخصم وللمنافس بالتأكيد انك يعني ما بتهزرش. وادي فارس خالد بيسدد بقى في اللقطة الماضية، اللاعب اللي يعني عنده هدفين في دوري هذا الموسم، وادي كرة عرضية لازالت بقى يعني الخطورة الهجومية في البداية للاعبي النادي الأهلي. هنشوف بقى لاعبي نادي غزل المحلة هيعملوا ايه، وادي الكرة الملعوبة الأمامية، ولكن واضح جدا كده عزيزي المشاهد منذ البداية ان لاعبي الفريقين واخدين المباراة بشكل يعني جدي وبشكل يعني ان شاء الله في متعة في مباراة اليوم. شفنا لاعبي النادي الاهلي اللي بدأوا بداية ضاغطة جدا منذ البداية، وايضا لاعبي نادي غزل المحلة اللي اول ما استعادوا الكرة على طول لعبوها في الامام، علشان كده ممكن نشوف مباراة ممتعة النهاردة. ادي كرة ترجع الكرة مرة تانية لحازم جمال، يعني في بعض الاحيان وفي بعض الامور الاخطاء الدفاعية بتكون مؤثرة، ولكن بقى هنا حازم جمال كان صاحي جدا في اللقطة الماضية وطلع الكرة الى خارج الملعب وطلعت وبقت رمية تماس لنادي غزل المحلة من ناحية اليمين، هيلعبها محمود مجدي. محمود مجدي تركيز بيكون مهم جدا طبعا في بداية المباراة، وده اللي احنا طبعا شفناه، وبالتأكيد اتكلم معهم كابتن حسن محمد المدير الفني للنادي الأهلي مع اللاعبين، لأنه التركيز خلي بالك التركيز بيكون عامل مهم جدا خاصة في بداية المباراة وفي نهاية المباراة، في الأوقات بقى اللي هي بتكون حرجة شوية بداية المباراة علشان تقدر تسيطر وتفرض اسلوب لعبك على المنافس، وفي نهاية المباراة علشان تقدر بقى تحافظ على نتيجة أو إن انت تسجل أهداف على حسب متطلبات اللقاء، فالأمور دي بتكون مهمة جدا طبعا. ترجع الكرة مرة تانية، ادي بقى الانطلاقة عند اللاعب أمان طارق فوزي بيلعبها في وسط الملعب للنادي الأهلي، النادي الأهلي اللي يهمه جدا طبعا تحقيق الفوز النهاردة. يوسف جمال بيلعب الكرة في وسط الملعب عند اللاعب أحمد وحيد، إنما مقطوعة بيضغط كباكا. ترجع الكرة مرة تانية في وسط الملعب للاعب عبد الله بوستانجي اللي بيفتح الملعب هناك ناحية الشمال عند طارق فوزي. واحدة والتانية كده يعني نقلات من لاعبي النادي الأهلي، تتلعب الكرة أمامية في اتجاه أمامنا هنا بقى اللاعب محمد علي إبراهيم لاعب نادي غزل المحلة في مباراة اليوم، ولكن الكرة تطلع وتبقى رمية كاس. نادي غزل المحلة زعيم الفلاحين أو أرجنتين الكرة المصرية، قول زي ما أنت عايز، النادي اللي تأسس عام 1936 وكان حقق لقب بطولة الدوري مشاهدين الأعزاء موسم 72-73، ومن الأندية الكبيرة جدا طبعا مشاهدينا في كل مكان، اللي أيضا كان حصل على المركز الثاني في موسم 75-76، ويعني قدم نجوم كبار جدا لكرة القدم المصرية، عمر عبد الله، عبد الرحيم خليل، عماشة، عبد الدايم، والكابتن شوقي غريب، محمد السياجي، وطبعا كان أيضا يتواجد في بداياته كده النجم بقى والكابتن وائل جمعة مع نادي غزل المحلة قبل بقى أن ينتقل إلى النادي الأهلي ويحقق الإنجازات والبطولات. أيضا محمد العتراوي اللي متواجد اليوم في ملعب المباراة مشاهدين الأعزاء، ويشغل مساعد رئيس قطاع الناشئين بنادي غزل المحلة، محمد العتراوي اللي كان حقق برونزية بقى كأس العالم مع الكابتن شوقي غريب والجيل الذهبي لكرة القدم المصرية في على مستوى يعني قطاعات الناشئين وثالث العالم في الأرجنتين 2001. ترجع الكرة مرة تانية، أدي النادي الأهلي
وبدأت يعني الأمور كده تهدى شوية في ملعب المباراة، على عكس البداية اللي كانت يعني سريعة جدا مشاهدينا الأعزاء. أدي عاطف الحكيم، إنما توصل الكرة في وسط الملعب للاعب أمامنا فارس خالد، بيلعبها انطلاقة ناحية الشمال للنادي الأهلي، نقلات كده بالكرة، إنما اتقطعت وصلت مرة تانية للاعبي غزل المحلة. أدي الكرة بالملعوب الأمامية داخل منطقة الجزاء، والمحاولة بقى في اللقطة الماضية من اللاعب محمد علي إبراهيم، ولكن توصل إلى حارس المرمى حازم جمال اللي بيلعبها إلى كباكا. كباكا بيلعب الكرة مرة تانية لأحمد عبدين لكباكا. أدي كباكا لعيب يعني كده بروفيسور الحقيقة في وسط الملعب، عنده كرته جميلة جدا اللاعب ده الحقيقة. ترجع الكرة مرة تانية أحمد وحيد، بيلعب الكرة الأمامية الحلوة هناك ليوسف عفيفي. يوسف عفيفي اللي كان سجل بقى 7 أهداف في الموسم الماضي مشاهدي الأعزاء كواحد من اللاعبين الهدافين في تشكيل النادي الأهلي مواليد 2005، وبالمناسبة الأهلي اللي كان حقق اللقب الحقيقة، ويسعى أيضا هذا الموسم لتحقيق لقب بطولة دوري الجمهوري. ترجع الكرة مرة تانية ناحية اليمين عند اللاعب محمد عبد الله. محمد عبد الله يبحث بقى عن التمرير، وادي الهدوء بقى اللي بيمتاز به لاعبي النادي الاهلي والتعليمات اللي جايه من خارج الخطوط من كابتن حسن محمد. ترجع الكره مره تانية، وادي العرضيه بقى من يوسف عفيفي داخل منطقه الجزاء، انما بيطلع دفاع المحله، ترجع في اتجاه اللاعب يوسف جمال. يوسف جمال ايضا اللي لديه هدف في دوري هذا الموسم ومنافسات هذا الموسم، اكتر من لعيب في النادي الاهلي الحقيقه مسجل اهداف في دوري هذا الموسم. الهداف طبعا اللاعب محمد رأفت اللي بيتواجد على مقاعد بدلاء في مباراة اليوم، وكان سجل 5 أهداف في هذا الموسم. ترجع الكرة مرة تانية، شفنا وتابعنا طبعا الاستوديو التحليلي ما قبل المباراة، والكلام اللي كان طبعا والمعلومة اللي قالها الكابتن أسامة حسني بإصابة بعض اللاعبين في النادي الأهلي كده بنزلات البرد في الأسكندرية، والعودة تدريجيا طبعا للمشاركة، وده طبعا أثر النهاردة على اختيارات الكابتن حسن محمد على مستوى التشكيل الأساسي، ولكن اللعيبة كلها متألقين، وإن شاء الله يعني قدروا بقى يحققوا الفوز النهاردة بأداء جيد ومميز. أدي بقى اللمسات وأدي الفنيات والألعاب والحاجات الحلوة بقى من لاعبي النادي الأهلي. ترجع الكرة يوسف جمال بيلعبها إلى كباكا. أدي كباكا، يا سلام على كباكا، أدي البروفيسير أهو بيلعب الكرة هناك ناحية الشمال، وأدي المحاولة من اللاعب طارق فوزي، انما على طول اتقطعت، والهجمه لنادي غزل المحله، انما شوف طارق فوزي بقى قدر ان هو ياخد الكره من اللاعب محمد علي ابراهيم، برافو يا طارق، وبيلعبها على طول مره تانية في الوسط كده عند اللاعب احمد عبدين. في وسط الملعب احمد وحيد بيفتح الملعب هناك ناحيه الشمال عند كباكا لاحمد وحيد مره تانية النادي الاهلي. ادي الهجمه تتلعب على طول من عبد الله بستانجي في وسط الملعب مره تانية، وحيد نقلات كده توصل الكره لكباكا. كباكا بيفتح الملعب هناك ناحيه الشمال، استلام ومحاوله في هذه اللحظات مشاهدين الاعزاء من اللاعب فارس خالد. يا ولد يا لعيب يا فارس، بيلعب الكره في وسط الملعب مره تانية ليوسف عفيفي، وادي يوسف عفيفي بقى يعني بيحاول ان هو يجرب حظه في التصويب في اللقطه الماضيه، انما تصطدم الكره بدفاعات نادي غزل المحله. ترجع الكره، ادي الهجمه بقى لغزل المحله، ادي الهجمه انما في بطء شويه كده ومحاوله للتصويب من مكان بعيد جدا من اللاعب معاذ محمد. ترجع له الكره مره تانية معاذ، ومع اللاعب احمد وحيد من النادي الاهلي. معاذ بيلعب الكره العرضيه داخل منطقه الجزاء، انما على طول بيطلع الكره اللاعب احمد عبدين الى خارج الملعب، طلعت وبقت رمية تنس. احمد عبدين عامل موسم مميز جدا الحقيقه في خط الظهر للنادي الاهلي في مباراه في يعني هذا الموسم، في هذا الموسم بصفه عامه يعني. نتمنى له ايضا التوفيق في مباراه اليوم هو وبقيه زملائه. وادي بقى رميه التماس من ناحيه اليمين، رميه التماس من ناحيه اليمين للاعب محمود مجدي عبد الحميد لاعب نادي غزل المحله، بيلعب الكره الاماميه احمد وحيد. احمد وحيد بيلعب الكره في الوسط كده، انما اتقطعت ورجعت من يوسف عفيفي اللي رجع وعامل المسانده الدفاعيه. ترجع لعبد الله بستانجي بيلعبها ناحيه الشمال مره ثانيه عند اللاعب طارق فوزي اللي بيخبطها كده في لاعب نادي غزل المحله، وتطلع الكره وتبقى رميه تماس للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. نادي غزل المحله طبعا من الانديه الجماهيريه الجميله جدا طبعا، مدينه المحله وجماهير المحله، ويعني الجماهير العاشقه والمحبه لكره القدم مشاهدين الاعزاء كنا بنشوفهم بيملوا الملعب، ملعب المحله الشهير طبعا، والمداخن والحاجات الحلوه اللي احنا دايما كنا بنتابعها وبنشوفها مع نادي غزل المحله، وايضا كانوا بيعتلوا كده اسطح العمارات والمنازل القريبه من ملعب المباراه واستاد المباراه استاد المحله علشان يتابعوا ويؤازروا بقى نادي غزل المحله وايضا نادي بلديه المحله. جماهير عاشقه ومحبه طبعا، كل التحيه ليهم. ترجع الكره في وسط الملعب، عمر سعد بيعدي وماشي، عمر وبيلعب كره بينيه خطره جدا، وادي المحاوله بقى داخل منطقه وعدى الراجل وماشي، انما برافو يا عبد الله يا ولد يا لعيب يا عبد الله يا بستانجي، في وقت مناسب تماما اخذ الكره من عاطف الحكيم.
عاطف الحكيم في اللقطة اللي فاتت دي كان ممكن بقى يعني يسجل هدف لنادي غزل المحلة، انما الخبرة بقى والتألق من اللاعب عبد الله بستانجي اللي في توقيت مناسب تماما الحقيقة قدر ان هو يستخلص الكورة وياخدها للنادي الاهلي. شفنا النادي الاهلي ماسك كوره، انما لاعبي غزل المحله زي ما توقعنا في بدايه المباراه وقلنا انه هم ايضا عندهم بعض البوادر الهجوميه، علشان كده شفنا الهجمه اللي فاتت دي كانت اخطر هجمه ليهم. ادي بقى البروفيسور، ادي بقى امامنا كباكا، ترجع الكره مره ثانيه في اتجاه اللاعب احمد وحيد، احمد وحيد بيلعب الكره لمحمد عبد الله، وادي محمد عبد الله بيعدل على شماله وبيلعبها مره ثانيه لاحمد وحيد. وشوف بقى لاعبي نادي غزل المحله اللي بيتمركزوا في الدفاع لما الاهلي بيمسك كره، ودي ركله حره من مكان مميز، ركله حره من مكان مميز. محمد علاء هاشم حكم اللقاء، محمد علاء هاشم حكم اللقاء بيدي الركله الحره المباشره للنادي الاهلي من مكان خطير جدا، ممكن خلي بالك تتلاعب من مره واحده في اتجاه المرمى. ادي الاعاده بقى مع مخرجنا الاستاذ محمد الدكروري، وادي التدخل على اللاعب محمد عبد الله في اللقطه الماضيه، اللاعب اللي لديه هدف ايضا في دوري هذا الموسم مشاهدينا الاعزاء، يعني نتمنى له السلامه. ركلة حرة للنادي الأهلي، وكباكا واقف على الكورة كده، وفارس خالد واللاعب يوسف جمال، وهنشوف بقى هنشوف إيه اللي ممكن يحدث في اللقطة دي. هل بقى في جملة يعني محفظها لهم بقى الكابتن حسن محمد وهتتنفذ دلوقتي؟ ودي أمامنا عصام المحمدي حارس المرمى لنادي غزل المحلة في مباراة اليوم مشاهدين الأعزاء. الركلة الحرة، وادي الحائط المكون من اربع لاعبين من لاعبي نادي غزل المحله، ترقب للي ممكن يعني يحدث في هذه اللقطه. هنشوف بقى هنا، هنشوف هنا اللقطه، وادي بقى هنا الكره لمحمد عبد الله بيلعبها محمد عبد الله، انما تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى، قلشت كده من على وجه القدم للاعب محمد عبد الله وطلعت وبقت ركله مرمى لنادي غزل المحله، مع يعني اني كنت اتمنى ان اللعيبه تلعبها في اتجاه المرمى من مره واحده يعني، انما كرة إلى خارج الملعب مفيش مشكلة في يعني بعض الجمل وبعض الأمور اللي لابد أنك تحاول تنفذها وتكررها أكتر من مرة إلى أن تأتي وتجني منها ثمار النجاح في تنفيذ الركلات الحرة على حدود منطقة الجزاء. إنما كلنا عارفين بقى أهمية الكرات الثابتة اللي دايما كل ما بنعلق بنتحدث عنها وبنقول إنها بتحسم نتائج مباريات وممكن تحقق بطولات، ولك في الفريق الأول للنادي الأهلي عبرة يعني. ترجع الكرة مرة تانية في وسط الملعب للاعب أحمد وحيد، أدي أحمد وحيد يتقدم وماشي بيعدي وأخذ كده مساحة في وسط الملعب الخاص بنادي غزل المحلة، وبيلعب الكرة ناحية الشمال عند اللاعب يوسف جمال اللي بيعيدها في الخلف مرة تانية للاعب اللي أمامنا بقى أحمد عبدين اللي بيتقدم للأمام. وادي الهجمة للنادي الأهلي، نقلات كده من لاعبي النادي الأهلي وكل لاعبي نادي غزل المحلة الحقيقة في وسط الملعب الخاص بيهم. هذه الكرة تتلعب على طول مرة تانية ناحية اليمين عند اللاعب محمد عبد الله، بيعدي وماشي محمد عبد الله، إنما اتقطعت ووصلت الكرة للاعب عمر سعد اللي بيلعبها في الخلف عند اللاعب عبد الله بستانجي اللي بيعيدها إلى حارس المرمى حازم جمال. حازم جمال بيفتح الملعب هناك ناحية الشمال مرة تانية للاعب طارق فوزي في وسط الملعب لأحمد وحيد اللي بياخد الكرة وبيلعبها أمامية عالية ومعدية كده واصلة ناحية الشمال، بيحاول عليها هنا أمامنا اللاعب طارق فوزي اللي متقدم، طارق فوزي إنما اتقطعت من لاعبي نادي غزل المحله اللي بيطلع الكره للامام. ادي الهجمه للغزل تتلعب على طول اماميه، دايما كده بينقلوا الكره الحقيقه بسرعه، توصل الكره للاعب الحكيم، الحكيم بيلعبها وخطره، خطره جدا بقى لمحمد علي ابراهيم في اللقطه الماضيه، انما بثبات الحقيقه اللاعب حازم جمال حارس المرمى للنادي الاهلي بيمسك الكره. ادي امامنا بقى يعني كابتن محمود صبحي المدير الفني لنادي غزل المحله في مباراه اليوم والسيناريو اللي بيلعب به اللقاء، يعني لما بيمسك الكره بيحاول ينقل الكره بسرعه جدا طبعا للامام في اتجاه بقى اللاعب عاطف الحكيم ومحمد علي ابراهيم اللي شكلوا خطوره الحقيقه بهجمتين على دفاع النادي الاهلي. طبعا هيكون في شرح وافي وكافي في استوديو الاشبال بقى مع الكباتن دكتور احمد ثابت ومحمد حشيش، والمتعه الحقيقه اللي بيعيشونا فيها في ضيافه الكابتن اسامه حسني وبيشرحوا لك كل حاجه في المباراه. ترجع الكره للبروفيسور كباكا، بيلعب الكره هناك ناحيه اليمين، ادي الهجمه للنادي الاهلي محمد عبد الله، محمد عبد الله بيلعب الكره العرضيه الخطره جدا داخل منطقه الجزاء في اتجاه اللاعب فارس خالد، انما تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لنادي غزل المحله في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. غزل المحله ادي الهجمه، شوف بقى هنا اللقطه وشوف هنا بقى الكره من اللاعب محمد علي ابراهيم وحازم جمال حارس المرمى للنادي الاهلي بمنتهى الثبات بيمسك الكره في اللقطه الماضيه، وهجمه ثانيه خطيره
لنادي غزل او غزل المحله في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. وشفنا الهجمه الاولى كانت من اللاعب عاطف حسن الحكيم. ادي ركله المرمى في مباراه اليوم مشاهدينا لنادي غزل المحله، بتتلعب على طول وتوصل الكره مره ثانيه ناحيه اليمين. ادي الهجمه في اتجاه اللاعب محمد عبد الله، انما اتقطعت مره ثانيه لمحمود كرم بيعدي وماشي، انما ياخدها منه على طول. هنا بقى اللاعب يوسف جمال بيعدي يوسف جمال وماشي، اتقطعت الكره مره ثانيه للاعبي نادي غزل المحله. ادي الهجمه لنادي غزل المحله، انما بيضغط محمد عبد الله. يا ولد يا لعيب يا محمد، عمل الضغط كويس جدا للاعبي النادي الاهلي لفارس خالد على حدود منطقه الجزاء. وادي الهجمه لطارق فوزي، العرضيه دخل منطقه منتهى الخطوره، ولسه منتهى الخطوره. وادي بقى التكمله، ادي التكمله في اللقطه اللي فاتت دي من لاعبي النادي الاهلي الحقيقه. كره كده داخل منطقه الجزاء انما تصل الى حارس المرمى عصام المحمدي. عصام المحمدي بيلعب الكره الاماميه، وفي لاعب من نادي غزل المحله واقع على ارض الملعب، نتمنى له السلامه. ادي الهجمه، شوف بقى هنا فارس خالد، وشوف بقى الفدائيه الحقيقه من لاعب النادي الاهلي فارس، بيلعبها لطارق اللي بيلعبها ليوسف عفيفي. شوف يوسف عفيفي وشوف الرؤيه، وشوف بقى الكره العرضيه الحلوه اللي اتلعبت كده وتصل في اتجاه اللاعب شهاب اللي كان مكمل في اللقطه الماضيه راس الحربه للنادي الاهلي في مباراه اليوم، ولكن حارس المرمى عصام المحمدي بيمسك الكره. قلنا لحضراتكم نادي غزل المحله بيحتل المركز الثاني في دوري المحترفين، الكلام بقى على الفريق الاول خلف بتروجيت، هو لديه 11 نقطة بالمناسبة يعني، وبتروجيت لديه 12 نقطة في المقدمة. دوري المحترفين التجربة الجديدة لكرة القدم المصرية اللي أقرها طبعا اتحاد الكورة، وبنشوف النسخة الأولى ليها بإذن الله تكون نسخة ناجحة، ونتمنى طبعا النجاح لكرة القدم المصرية الحقيقة على كل مستوياتها بقى، في الدوري الممتاز ودوري المحترفين والممتاز به والدرجة الثالثة وحتى الدرجة الرابعة الحقيقة. وهناك ايضا بعض المباريات في الدور التمهيدي لكاس مصر تقام في هذه الايام يعني. ادي الكره الى عصام المحمدي لاعب نادي غزل المحله اللي بيلعب الكره الاماميه، حارس المرمى عاليه ومعديه كده في اتجاه احمد وحيد بيلعبها، وتصل الكره في وسط الملعب. استلام بشكل جيد من اللاعب يوسف عفيفي، متحرك بشكل جيد يوسف، ولكن لعب الكره بقى طويله شويه، ما ظبطش البوصله يوسف عفيفي في اللقطه اللي فاتت في اتجاه بقى هنا امامنا اللاعب فارس خالد اللي طلعت وبقت رمي التماس للنادي غزل المحله. ادي امامنا طبعا كابتن حسن محمد المدير الفني للنادي الاهلي امام حضراتكم، يعني قاد الاهلي في ثلاث مباريات هذا الموسم، حقق الفوز على اسيوط 3-1 وعلى وادي دجله 2-1، وتعادل في الوقت الاصلي مع فاركو 1-1 وحقق الفوز بركلات الترجيح. يوسف عفيفي مره ثانيه، الكرة اللي دايما بنشوفها بتتكرر، وادي كرة بقى ملعوبة حلوة من اللاعب شهاب الحقيقة انما تمر الى خارج الملعب وطلعت وبقت ركلة مرمى للحارس عصام المحمد. ادي بقى سيناريو الهجمات للنادي الاهلي، الكرات بقى اللي بتتلعب من ناحية طارق فوزي واللاعب يوسف عفيفي، والكرات العرضية اللي بيعتمدوا فيها على اللاعب شهاب اللي لعب الكرة الرأسية في اللقطة الماضية، ومرت الكرة الى خارج الملعب لعصام المحمد. يعني بنقترب من اول تلت ساعه من احداث الشوط الاول من هذا اللقاء دوري الجمهوريه مشاهدينا الاعزاء، الاهلي مع غزل المحله هنا بملاعب الاهلي بمدينه نصر، والتعادل السلبي بدون اهداف، انما واضح جدا اللاعب شهاب ده بيجيد العاب الهواء يعني. هنشوف ونتابع. فارس خالد ترجع له الكره مره ثانيه من طارق بيلعبها ناحيه الشمال، وادي الهجمات الجميله اللي بتتلعب في اتجاه يوسف عفيفي بيلعبها لطارق فوزي اللي دايما مكمل، عاملين جبهه كويسه الحقيقه ناحيه الشمال اللاعب طارق فوزي ومعاه يوسف عفيفي. محمد علي ابراهيم بيحاول يعدي انما فارس خالد على طول يتدخل وبيطلع الكره الى خارج الملعب. لعيب جيد فارس ده الحقيقه اللي هو صاحب القميص رقم 8، ويعني لديه بعض الرجوله كده والحماس في الاداء في ارض الملعب مشاهدين الاعزاء. ادي امامنا بقى اللاعب معاذ محمد على مهله تماما ورميه التماس، محمد صبري لنادي غزل المحله بيلعبوا بهدوء شويه لاعبي غزل المحله على الرغم من انه لسه بدري، انما بياخدوا وقت شويه في تنفيذ رميات التماس والامور دي، فعلشان كده لاعبي الاهلي مطالبين بقى ان هم باذن الله يصلوا لشباك الحارس عصام المحمدي. ادي بقى كابتن وليد سليمان وكابتن محمد شوقي كابتن احمد ناجي والحضور اللي متواجدين النهارده في ملعب المباراه مشاهدي الاعزاء، وايضا معهم كابتن محمد العتراوي. ترجع الكره مره ثانيه، نجوم كبار جدا طبعا للنادي الاهلي قدموا
الكثير والكثير الحقيقة للنادي الأهلي في الملاعب، والآن بقى على المستوى الإداري والمستوى الفني بقى ان هم يقدروا يطلعوا نجوم وقطاع الناشئين الذي يعني تتواجد به لآلئ وجواهر في كرة القدم المصرية، بإذن الله يقدموا لنا الكثير والكثير من النجوم للفريق الأول ولكرة القدم المصرية كما هو الحال يعني وكما هو المعتاد من قطاع الناشئين للنادي الأهلي. أحمد خالد كباكا بيلعب الكرة ناحية الشمال عند اللاعب محمد عبد الله، محمد عبد الله وحصار كده من لاعبي النادي الأهلي لنادي غزل المحلة في مباراة اليوم، توصل الكرة هناك ناحية الشمال مرة تانية للاعب عبد الله بوستنجي بيلعبها في اتجاه احمد وحيد لكباكا، احمد خالد كباكا، ادي احمد خالد كباكا بيعدي وماشي وبيلعب الكره مره تانية لوحيد اللي بيلعبها ناحيه الشمال، ودي طارق فوزي عدى حلو قوي، طارق عدى، طارق كان ممكن يسدد بالمناسبه يعني، انما ترجع الكره مره تانية لاحمد وحيد بيلعبها لاحمد خالد كباكا، احمد خالد كباكا بيلعب الكره لمحمد عبد الله، محمد عبد الله بيعدل على شماله وبيلعب الكره مره تانية هناك ناحيه الشمال عند اللاعب احمد وحيد، انما المره دي اتقطعت ورجعت لنادي غزل المحله عن طريق بقى اللاعب محمد علي ابراهيم، انما الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رامي التماس، تطلع الكره وتبقى رامي التماس. ادي امامنا الكباتن وليد سليمان والكابتن محمد شوقي، اتنين نجوم كبار جدا طبعا لكره القدم المصريه والنادي الاهلي، رئيس القطاع ونائب رئيس القطاع وقطاع الناشئين للنادي الاهلي. رامي التماس من ناحيه اليمين لصالح اللاعب محمد صبري بيلعبها على طول اماميه لنادي غزل المحله في مباراه اليوم، الأهلي اللي التقى في يعني مستهل وافتتاحية هذا الدوري مشاهدين الأعزاء مع نادي بلدية المحلة، يعني الطرف الثاني لمدينة المحلة والفريق الكبير أيضا، وكان حقق الأهلي فوز عريض بثمان أهداف مقابل لا شيء. ترجع الكرة مرة تانية، أدي بقى يوسف جمال بيلعب الكرة في وسط الملعب مرة تانية لاعبي النادي الأهلي اللي بيحاولوا يفتحوا ثغرة كده في دفاعات نادي المحلة، وترجع الكرة من كباكا بيلعبها لمحمد عبد الله بيعدل على شماله، هل يسدد؟ إنما يعني عملوا زحمة كده عليه لاعبي نادي الغزل. أحمد وحيد لكباكا، وادي كباكا، كباكا بقى والحاجات الحلوة بتاعته، عايز يعمل كده الأسيست في اللقطة الماضية أمام حضراتكم كباكا، إنما تصل الكرة إلى عصام المحمدي حارس مرمى نادي غزل المحلة في مباراة اليوم اللي أمام حضراتكم، على مهله تماما طبعا. بيمسك الكرة وبيتمشى بيها كده داخل منطقة جزائه في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. بتتلعب الكرة أمامية عالية وتوصل مرة تانية للاعبي نادي المحلة عن طريق اللاعب عاطف حسن الحكيم، الاتنين اللي احنا دايما بنقول أسمائهم كتير جدا، اللاعب عاطف الحكيم ومحمد علي إبراهيم من جانب لاعبي غزل المحلة، لأن كل الكرات في خط المقدمة الحقيقة بتوصل لهم يعني. ترجع الكرة مرة تانية في اتجاه اللاعب أحمد وحيد، أحمد وحيد بيعدي وماشي، أحمد وحيد ويتقدم للأمام كده بشكل جيد، أحمد وحيد بيعدي وماشي وبيلعب الكرة في وسط الملعب للاعب فارس خالد بيلعبها ناحية الشمال مرة تانية للاعبي النادي الأهلي أحمد وحيد، أحمد وحيد ترجع له من عابدين، وادي كرة كده في وسط الملعب إنما اتقطعت وصلت لمحمود كرم لاعب نادي غزل المحلة في مباراة اليوم، وادي الانطلاقة بقى، ادي معاذ، معاذ بيعدي من ناحية الشمال، معاذ بيعدي كده من ناحية الشمال، معاذ لسه الكرة مع معاذ، هنشوف هيعمل ايه، عايز يعدي معاذ والكرة على طول اتقطعت ورجعت مرة تانية لعابدين اللي بيلعب الكرة الأمامية، إنما وصلت ناحية الشمال عند اللاعب فتحي محمود لنادي الغزل اللي بيلعبها أمامية في اتجاه اللاعب عاطف الحكيم، وخطرة جدا والهدف الأول لنادي غزل المحلة في مباراة اليوم، أدي الهدف الأول عاطف حسن الحكيم، زي ما قلنا لحضراتكم يعني هم بقى بيلعبوا على الكلام ده واستغلوا بقى في اللقطة الماضية الحقيقة الخطأ، وعاطف حسن الحكيم بيسجل الهدف الأول لنادي غزل المحلة في مباراة اليوم، واحد لا شيء لصالح غزل المحلة، وادي لاعبي الأهلي طبعا عايزين يلعبوا الكرة بسرعة لأنه كل لاعبي غزل المحلة كانوا في وسط الملعب الخاص بيهم، ولكن معرفش حكم اللقاء رجعها ليه، انما شوف التمريره من اللاعب هنا بقى امامنا فتحي محمود، وادي حارس المرمى مش ممكن بقى هنا يا حازم يا جمال، يعني غلطه الشاطر بألف ويعني خطا لا يغتفر في اللقطه الماضيه، والهدف الاول لنادي غزل المحله عن طريق اللاعب محمد علي ابراهيم. عاطف حسن الحكيم بيسجل الهدف الاول لنادي غزل المحله في مباراه اليوم، عاطف حسن بيسجل الهدف الاول، ويعني خطأ غريب جدا من حازم جمال حارس مرمى النادي الأهلي في مباراة اليوم، إنما مش مشكلة، حازم من الحراس اللي عاملين أداء متميز جدا، ولكن بقى يعني كابتن إبراهيم عبد الجواد أكيد هيكون له كلام كتير جدا مع الحارس حازم جمال على اللقطة اللي فاتت دي، لأنها يعني خطأ ما كانش له داعي تماما، إنما مش مشكلة، في بعض الأحيان كده اللاعب ممكن يكون غير موفق في لعبة أو غيرها أو في مباراة يعني، ولكن الأداء المجمل على مستوى
الموسم بيكون جيد الحقيقة من الحارس حازم جمال وأيضا من لاعبي النادي الأهلي. ترجع الكرة مرة تانية هناك ناحية الشمال، طارق فوزي بيلعبها، النادي الأهلي اللي ماسك كرة، ولكن بقى لاعبي نادي غزل المحلة قدروا إن هم يسجلوا في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. واقفين طبعا الجهاز الفني والإداري لنادي غزل المحلة اللي تقدموا بالهدف الأول مشاهدينا الأعزاء، ووصلنا للدقيقة 25 من عمر وأحداث الشوط الأول لهذا اللقاء. ترجع الكرة إلى حازم جمال، أدي حازم جمال وبيلعب الكرة لطارق فوزي، طارق فوزي بيلعبها في وسط الملعب مرة تانية للاعبي نادي غزل المحلة للاعبي النادي الأهلي، توصل الكرة لفارس خالد. فارس هنشوف بقى رد الفعل من لاعبي النادي الأهلي والكابتن حسن محمد المدير الفني. الأهلي اللي بقى بيبحث عن هدف التعادل، هو لسه بدري خلي بالك، يعني لسه بدري جدا في مباراة اليوم. تعود الكرة في الخلف عند اللاعب عبد الله بستانجي، أدي عبد الله بستانجي، عبد الله بيلعب الكرة لعبدين، عبدين بيلعب الكرة ناحية اليمين عند اللاعب فارس خالد، فارس بيلعب الكرة في الوسط كده للاعب أحمد وحيد، أحمد وحيد بيرجعها مرة تانية للاعب فارس خالد ناحية اليمين، فارس خالد بيلعب التمرير الأمامية ليه عايز يلعبها كده في اتجاه اللاعب يوسف جمال، إنما الكرة تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركلة مرمى للاعبي غزل المحلة في مباراة اليوم وعصام المحمدي. كان أمامنا في الصورة طبعا اللاعب فارس خالد اللي كان سجل هدفين في أحداث هذا الموسم يعني، وادي أمامنا اللاعب فتحي محمود، يعني أعتقد هو بيضيع وقت يعني لاعب نادي غزل المحلة، لسه بدري تماما، والنادي الأهلي بإذن الله قادر على إنه يعود للمباراة، ومش مجرد بس إنه يتعادل، إن شاء الله يقدر يسجل أهداف أخرى ويحقق المكسب يعني. إنما خلي بالك لاعبي النادي الأهلي ما يتسرعوش، يلعبوا لعبهم العادي والطبيعي، لسه بدري في المباراة، لأنه التسرع في بعض الأحيان ممكن يؤدي إلى نتائج يعني غير مركزة أو غير جيدة. أدي بقى انطلاقة يوسف عفيفي، عدى وماشي ولعبها الكباكة، وأدي كباكة والتصويبة حلوة من كباكة، بقى بوجه القدم. وعلى ذكر بقى يعني ان النادي الاهلي بيحاول ان هو يسجل على طول، كباكا يسدد في اللقطه الماضيه، ولكن عصام المحمدي حارس المرمى لنادي غزل المحله بيمسك الكوره. ادي لاعبي غزل المحله، وعلى طول بقى يعني تضييع الوقت زي ما حضراتكم شايفين داخل ارض الملعب. نتمنى طبعا السلامه للكل، ان شاء الله يكونوا سلام وما يكونش في اي مشكله للاعبي نادي غزل المحله في مباراه اليوم، انما لسه بدري جدا طبعا على الكلام ده. نزلنا في بداية أحداث هذا اللقاء مشاهدينا الأعزاء، وادي بقى الإعادة للقطات مع مخرجنا أستاذ محمد الدكروري، وادي الكرة بتاعت كباكا اللي لعبها ليوسف عفيفي، الهجمة الخطيرة جدا للنادي الأهلي اللي عدى كده على حدود منطقة الجزاء، والتصويبة من اللاعب كباكا بوجه القدم كده عايز يقفلها في الزاوية القريبة لحارس المرمى عصام المحمدي اللي كان يعني واخد وضع بوزيشن متميز الحقيقه داخل العارضه والقائمين واطار المرمى، وقدر ان هو يتصدى للكره في اللقطه الماضيه مشاهدينا الاعزاء. يمكن نتائج بقى مباريات الاسبوع الثامن من دوري الجمهوريه مواليد 2005 اللي هي الجوله الماضيه يعني. فاركو والاهلي زي ما قلنا كانت نتيجه المباراه تعادل 1-1، والاهلي حقق الفوز بركلات ترجيح 5-3، وادي دجله خسر من الزمالك 2-1، وسيراميكا والمقاولون اتعادلوا في الوقت الاصلي 2-2، وسيراميكا حقق الفوز بركلات الترجيح. وادي امامنا طبعا الصوره على النجوم والحضور في ملعب المباراه النهارده اللي بيتابعوا احداث هذا اللقاء، كابتن احمد ناجي طبعا، وكابتن وليد سليمان، وكابتن محمد شوقي، والبقيه. غزل المحله وبيراميدز زي ما قلنا طرف مباراه اليوم، حققوا يعني التعادل الايجابي في الوقت الاصلي، وغزل المحله حقق الفوز على نادي بيراميدز بركلات الترجيح. القناة وبلدية المحلة، القناة حقق فوز كبير جدا بخمس أهداف مقابل لا شيء، سموحة حقق فوز كبير أيضا على الجونة بثلاث أهداف مقابل لا شيء، والاتحاد السكندري حقق الفوز على حرس الحدود 2-0، وزد حقق الفوز على بتروجيت 3-0، وأسيوط وإنبي 2-2، وإنبي حقق الفوز بركلات الترجيح، فيوتشر الإسماعيلي، الإسماعيلي حقق الفوز 4-2. رجعت الكرة مرة تانية للنادي الأهلي، محمد عبد الله، أدي محمد عبد الله بيحاول بيلعب الكرة البينية حلوة على حدود المنطقة، وأدي المحاولة بقى والتصويبة من اللاعب شهاب في اللقطة الماضية، إنما على طول سقوط جديد أيضا من لاعبي نادي غزل المحلة، والكرة تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس. تتلعب الكرة، حكم اللقاء ما وقفش اللعبة المرة دي، محمد علاء هاشم حكم مباراة اليوم. وتعود الكرة مرة تانية للاعب فارس خالد في وسط الملعب، بيلعب الكرة هناك ناحية الشمال عند اللاعب طارق فوزي، أدي طارق فوزي لسه الكرة معاه، وبيعيدها لاحمد وحيد، احمد وحيد النقلات اللي تعودنا عليها وشفناها في وسط ملعب النادي الاهلي. وادي كباكا، كباكا بيلعب الكره هناك ناحيه اليمين عند اللاعب محمد عبد الله،
محمد عبد الله بيلعب الكوره في الوسط كده للاعب احمد عبدين اللي بيزيد في هذه اللحظات. عبد الله بستانجي، انطلاقه من ناحيه شمال للنادي الاهلي، وادي التمريره الاماميه من اللاعب فارس خالد، عايز يبحث بقى عن اللاعب طارق فوزي وايضا عن يوسف عفيفي، انما اتقطعت الكوره وطلعت وبقت رمي التماس امامنا حكم اللقاء محمد علاء هاشم حكم مباراه اليوم. اول بقى نصف ساعه مرت من عمر واحداث الشوط الاول مشاهدين الاعزاء مشاهدي شاشه قناه الاهلي، ولا زال التقدم لنادي غزل المحله بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب عاطف الحكيم. ترجع الكره مره ثانيه في وسط الملعب، وادي احمد وحيد بياخد الفاول، احمد وحيد لاعب النادي الاهلي. اماميه الكره، استلام من شهاب، ماشي بياخد الكره كده او ده محمد عبد الله، محمد عبد الله بيلعبها في وسط الملعب لاحمد وحيد مره ثانيه، انطلاقه من ناحيه الشمال عند اللاعب طارق فوزي، عبد الله بستانجي لطارق فوزي لعبد الله بستانجي مره ثانيه، عبد الله بيلعب الكره في الخلف وبدايه الهجمه كده، ادي يوسف عفيفي بدا يتحرك وينزل في وسط الملعب ويستلم، احمد عبدين مره ثانيه، يوسف عفيفي، يوسف عفيفي بيلعب الكره ناحيه اليمين عند احمد عبدين، احمد عبدين بيلعب ليوسف جمال، ترجع الكره مره ثانيه ليوسف عفيفي، وادي بقى الزحمه اللي عاملها لاعبي نادي غزل المحله امام منطقه جزائهم لما الاهلي بيمسك الكره وبيعتمدوا على الهجمات المرتده، انما المره دي بقى بيتدخل طارق فوزي ويلعب الكره ويقطعها لاحمد وحيد اللي بيلعب التمرير الاماميه، احمد وحيد حلوه عند شهاب ناحيه الشمال، ادي شهاب اهو على طول بيستلم وبيلعب الكره مره ثانيه لطارق فوزي اللي بيلعب الكره العرضيه خطره جدا، مش ممكن اللقطه اللي فاتت دي، مش ممكن اللقطه اللي فاتت دي، فرصه في منتهى الخطوره للنادي الاهلي وكان ممكن بقى يسجل منها الاهلي هدف التعادل الحقيقه، انما تالق كبير جدا من حارس المرمى، ادي محمد عبد الله ويعني عصام المحمدي في اللقطه الماضيه يتصدى بشكل جيد جدا والكره تمر وتبقى ركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين، انما محمد عبد الله كان في يعني موقع متميز جدا داخل الست ياردات ولكن يعني ما ركنش الكره بشكل جيد في اللقطه الماضيه، ووسط تالق ايضا من حارس المرمى اللي بيتالق مره ثانيه في الركله الركنيه ويعني يسقط على ارض الملعب. ركله مرمى لنادي غزل المحله في مباراه اليوم، انما عصام المحمدي الحقيقه حارس مرمى نادي غزل المحله في مباراه اليوم عامل ماتش كويس، عامل ماتش كويس، شفنا بقى التصدي للاعب احمد خالد كباكا وايضا للكره بتاعت محمد عبد الله اللي كانت خطيره جدا للنادي الاهلي منذ لحظات، وادي للمره الثانيه ايضا بيشترك مع اللاعب طارق فوزي وعبد الله بستانجي في اللقطه الماضيه ويعني طلعت الكره وبقت ركله مرمى لنادي غزل المحله في احداث هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء. ادي امامنا الاعاده للعبه الخطيره جدا طبعا بتاعت محمد عبد الله، مش ممكن محمد عبد الله يعني غمض عينه كده ولعبها، كان ممكن يلعبها بالجبهه، خلي بالك في اقصى الزاويه اليمنى ل يعني حارس المرمى عصام المحمدي وكان يقدر ان هو يسجل بقى لو الكره دي جت للاعب بيجيد العاب الهواء، اعتقد كانت هتبقى هدف محقق للنادي الاهلي وكان ممكن يبقى هدف التعادل، انما الاهلي بيوصل، وادي الاعاده، وادي اللقطه الحلوه الحقيقه بتاع اللاعب فتحي محمود، وادي بقى الخطا الغريب جدا من حارس المرمى للنادي الاهلي حازم جمال واللاعب عاطف الحكيم اللي سجل بقى الهدف اللي مستمره به النتيجه حتى الان مشاهدينا الاعزاء بين الاهلي وغزل المحله مواليد 2005. ادي امامنا اللقطه، كابتن وليد سليمان وكابتن محمد شوقي امام حضراتكم الصوره، وفي انتظار بقى الاداء المتميز، وطبعا لاعبي النادي الاهلي كابتن وليد سليمان وكابتن محمد شوقي اللي امام حضراتكم يعني دول اتعودوا على الفوز والمكسب، يعني اتعودوا دايما على الفوز والمكسب والبطولات والانجازات، فمش عاجبهم تماما، مش عاجبهم تماما طبعا، وادي الرياكشن طبعا للاعبين ومخرجنا بقى الاستاذ محمد الدكرولي معانا، والنجوم اللي دايما يعني بيكونوا سعداء بالفوز وبالاداء الجيد، انما في بعض الاحيان لما الاهلي يكون خاسر بيكونوا طبعا يعني زعلانين زي ما حضراتكم وشايفين معانا في الصوره، ولكن باذن الله لاعبي النادي الاهلي يقدروا ان هم يعدلوا النتيجه ويحققوا الفوز لانهم ماسكين كره بشكل جيد الحقيقه في مباراه اليوم، وهدف نادي غزل المحله في احداث هذا اللقاء اتى من خطا بقى من حارس المرمى للنادي الاهلي اللي كان غير موفق بالمناسبه في الكره اللي فاتت دي، مش مشكله تماما يا حازم، حارس مرمى كبير وحارس مرمى متميز وينتظر مستقبل ان شاء الله يكون رائع جدا حارس المرمى حازم جمال، وخلي بالك اي حد بيغلط يعني مش مشكله. ادي بقى عصام المحمدي بيلعب الكره الاماميه، عصام المحمدي بيلعبها عاليه، تصل الكره مره ثانيه للاعبي النادي الاهلي في وسط الملعب هناك ناحيه اليمين، استلام بشكل جيد من اللاعب محمد عبد الله،
ادي محمد عبد الله بيعيد الكره في الخلف مره اخرى للاعب امامنا يوسف جمال اللي بيحصل على ركله حره مباشره من اللاعب فتحي محمود صاحب اسيست الهدف لنادي غزل المحله في مباراته. بسرعه بيلعب الاهلي، ترجع الكره في اتجاه اللاعب احمد وحيد اللي بيلعبها هناك ناحيه الشمال عند اللاعب عبد الله بستانجي اللي هيبحث بالتاكيد عن اللاعب طارق فوزي، انما غير رايه ولعبها لوحيد. وحيد بيلعب الكره لاحمد عبدين ناحيه اليمين، احمد عبدين يتقدم الامام وماشي وبيلعبها الى احمد خالد كباكا، اماميه الكره في اتجاه محمد عبد الله لكباكا، كباكا مره ثانيه بيلعبها في اتجاه اللاعب احمد وحيد اللي بيفتح الملعب هناك ناحيه الشمال للاعب عبد الله بستانجي. عبد الله بستانجي بيلعبها لطارق فوزي، طارق بيحاول يسند على اللاعب يوسف عفيفي انما تدخل من اللاعب محمد صبري لاعب نادي الغزل وبيطلع الكره الى خارج الملعب، طلعت وبقت رميه تمس. طارق فوزي، يوسف عفيفي لطارق فوزي، ليوسف عفيفي مره تانية، ادي يوسف عفيفي بيلعب لاحمد وحيد، واحمد وحيد وتصويبه حلوه 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 الفكره من اللاعب احمد وحيد، واستغلال بقى لسلاح التصويب والتنوع في التنفيذ للعمليات الهجوميه من لاعبي النادي الاهلي، وادي التصويبه من اللاعب احمد وحيد ولكن تمر فوق عرض بقى الحارس عصام المحمدي حارس مرمى نادي غزل المحله. ارجنتين مصر بقى وزعيم الفلاحين النادي الكبير والنادي الحقيقه المتميز، تتلعب الكره اماميه عاليه وتوصل هنا ناحيه الشمال في اتجاه اللاعب فتحي محمود، معرفش اعتقد كان فيها لمسه يد انما على العموم هي خرجت وبقت رميه تماس. ترجع الكره مره ثانيه من اللاعب احمد عبدين بيلعبها ناحيه الشمال عند عبد الله بستانجي، عبد الله بستانجي بيفتح الملعب لطارق فوزي لعبد الله بستانجي مره ثانيه. الاهلي اللي مطالب بقى ان هو يسرع الريتم شويه، يعني ادي على طول امامنا هنا اللاعب احمد وحيد، احمد بيلعب الكره لعبدين لاحمد وحيد مره ثانيه لكباكا في وسط الملعب، ادي كباكا بيتقدم الامام وماشي، وادي الضغط بقى اللي بيعمله لاعبي المحله انما الاهلي قدروا بثلاث اربع لمسات كده يطلعوا بالكوره، وادي الهجمه ناحيه الشمال عند اللاعب طارق فوزي اللي بيحاول طارق، بيحاول طارق من ناحيه الشمال، ادي طارق فوزي، طارق فوزي في مركز بقى الظهير الايسر النهارده في مباراه اليوم، انما حكم اللقاء ادى للمحله وبعدين رجع اداها للاهلي. بالمناسبه للاهلي خلي بالك يعني فارس خالد على طول طارق، انما تصويبه من طارق، تصويبه وطلعت وبقت ركله مرمى، طبعا هو كان قاصد يلعبها بعرض الملعب انما هو سدد الكوره ما لعبهاش بالعرض وطلعت وبقت ركله مرمى لعصام المحمدي اللي زي ما حضراتكم شايفين اشارته واضحه جدا لزملائه بيهدي اللاعب متقدم بهدف مقابل لا شيء. بنلعب في الدقيقه 37 من عمر واحداث الشوط الاول من هذا اللقاء، الاهلي مع غزل المحله دوري الجمهوريه الجوله التاسعه من هذا الموسم 2023-2024. ترجع الكره مره ثانيه، ادي انطلاقه ناحيه الشمال عند اللاعب عاطف الحكيم، عاطف الحكيم بيلعبها في وسط الملعب لعمر سعد العاطف مره ثانيه، وادي الانطلاقه ناحيه الشمال عند اللاعب محمد علي ابراهيم بيعدي محمد علي ومعاه اللاعب احمد وحيد والكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى للنادي الاهلي. حازم جمال لاحمد عبدين، احمد عبدين ماشي بالكره، احمد عبدين على طول بيرتد لاعبي غزل المحله زي ما قلنا لوسط ملعبهم انما المره دي بيقابله من قدام شويه كده عن طريق بقى هنا اللاعب عمر سعد بيلعب الكره لحازم جمال، حازم جمال بيفتح الملعب ناحيه الشمال عند اللاعب امامنا بستانجي اللي بيلعبها في الوسط كده والاستلام امامنا من لاعبي النادي الاهلي والفاول، ركله حره للنادي الاهلي للاعب فارس تتلعب لكباكا، كباكا بيلعب الكره الاماميه واصله هناك ناحيه اليمين عند اللاعب بقى هنا امامنا يوسف جمال بيلحق يوسف وبيلعب كره عرضيه منتهى الخطوره ولسه وممكن بقى مش ممكن اللقطه اللي فاتت حكم اللقاء ادى فاول، حكم اللقاء ادى الفاول على اللاعب شهاب، حكم اللقاء ادى فاول على اللاعب شهاب لاعب النادي الاهلي لحارس المرمى عصام المحمدي، انما الحقيقه مجهود كبير جدا بوزل من اللاعب يوسف جمال علشان يلحق الكره ويلعبها بالعرض، يعني الكره بتاعت كباكا ادي العرضيه وادي شهاب اللي طالع، يعني اعتقد ما فيهاش حاجه في اللقطه اللي فاتت، يعني الراجل طالع بدماغه ما سندش على حارس المرمى انما مش مشكله، حكم اللقاء اداها محمد علاء هاشم لنادي غزل المحله وتبقى ركله حره لنادي الغزل في مباراه اليوم اللي متقدم بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب عاطف الحكيم. عصام المحمدي بيلعب الكره الاماميه توصل الكره مره ثانيه للاعبي نادي غزل المحله، انطلاقه هناك ناحيه اليمين بالتاكيد هيكون في كلام كتير جدا بقى من الكابتن حسن محمد المدير الفني للنادي الاهلي للاعبين ما بين شوطي هذا اللقاء. احمد وحيد، ادي احمد وحيد، خلي بالك لسه بقى لازلنا يعني يتبقى كده ممكن ست دقائق وكم ثانيه كده على نهايه الوقت او سبع دقائق على نهايه الوقت الاصلي ده غير الوقت المحتسب بدلا من الضائع لاحداث الشوط الاول من هذا اللقاء. احمد وحيد
احمد وحيد بيلعبها الكباكه، الاهلي عنده فرصه ان شاء الله ان هو يسجل التعادل. ترجع الكره مره ثانيه للاعب محمد عبد الله. محمد عبد الله لف ودوران حلو قوي، لف ودوران وتصويبه حلوه. ادي الهدف، ادي الهدف لسه بقول لحضراتكم، ادي الهدف في هذه اللحظات، وبالفعل هدف اول للنادي الاهلي في مباراه اليوم. فارس خالد بيسجل الهدف الاول في احداث هذا اللقاء، لعيب كبير كمان وماسك ريشه فنان في اللقطه اللي فاتت دي، وسجل هدف للنادي الاهلي. ادي اللقطه، ادي اللف، وادي الدوران، وادي الكره الحلوه للنادي الاهلي، والتصويبه الجميله جدا من اللاعب فارس خالد اللي سجل الهدف الثالث ليه في دوري هذا الموسم، وهدف التعادل للنادي الاهلي، هدف التعادل للنادي الاهلي. 1-1 في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. لسه كنت بتكلم وبقول الاهلي عنده فرصه ان هو يسجل هدف التعادل، وبالفعل فارس خالد ترجم الكلام وادى ختم النسر في اللقطه الماضيه لكلام الحقيقه، وسجل هدف التعادل للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء. وعصام المحمدي حارس المرمى اللي راح مع الكوره، انما 1-1 في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. ترجع الكوره مره ثانيه لاحمد خالد كباكه، احمد خالد كباكه بيفتح الملعب هناك ناحيه شمال، وترجع الكره مره ثانيه يوسف عفيفي، عدل على شمال ورجع عدل على يمين وعدى حلو قوي يوسف عدى، وترجع الكره لفارس اللي سجل هدف التعادل. وادي محاوله مره ثانيه علشان يضيف بقى الهدف الثاني، انما الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى. شوف في دقيقه واحده اتقلبت المباراه راسا على عقب. الاهلي سجل التعادل عن طريق اللاعب فارس خالد، وكان عنده فرصه ان هو يضيف الهدف الثاني عن طريق مراوغات بقى داخل منطقه الجزاء للاعب يوسف عفيفي الحقيقه، اللي بيبحث عن الهدف الاول ليه في دوري هذا الموسم. انما النهايه كانت من فارس خالد اللي لعبها، وعلى تعرضت بقى الحارس اللي امام حضراتكم عصام المحمدي. عصام المحمدي ترجع الكره مره ثانيه اماميه وتوصل لاحمد وحيد، وادي الانطلاقه في وسط الملعب للاعبي نادي غزل المحله في اتجاه اللاعب فتحي محمود، بيحاول يعدي انما يضغطوا عليه ويجيبوها لاعبي النادي الاهلي عن طريق اللاعب يوسف جمال. اماميه من يوسف انما على طول اتقطعت ورجعت مره ثانيه للاعبي الغزل. كره في الوسط كده عند اللاعب عمر سعد. يوسف جمال مره ثانيه عاليه كده في وسط الملعب، ترجع الكره في اتجاه اللاعب شهاب ومعديه واصله لعبد الله بستانجي. وادي هنا بقى شهاب في اللقطه الماضيه مع اللاعب محمد خالد النجار لاعب نادي غزل المحله اللي وقع على ارض الملعب، والجهاز الطبي على طول بينزل من جانب غزل المحله في مباراه اليوم، وحكم اللقاء كده بيتوجه للجهاز الفني والاداري لنادي غزل المحله. ادي الاعاده، وادي اللف والدوران الجميل جدا الحقيقه، والهدف المميز من اللاعب الحقيقه فارس خالد. فارس خالد تصويبه قويه جدا على يمين حارس المرمى عصام المحمدي اللي حاول عليها الحقيقه، انما الكره كانت اقوى واسرع منه وداخل الشباك علشان يعلن عن تعادل النادي الاهلي في مباراه اليوم. ادي انذار هناك شايفين، اعتقد للكابتن محمود صبحي، انذار لواحد من اعضاء الجهاز الفني، كابتن محمود صبحي المدير الفني لنادي غزل المحله في مباراه اليوم. نقولهم بالمناسبه بقى يعني كابتن محمد العتراوي نائب رئيس القطاع، كابتن محمود صبحي المدير الفني، كابتن محمود عبد العزيز مساعد المدرب، كابتن محمد سليمان مدرب الحراس، كابتن محمد عودات الاخصائي، وكابتن عمرو الحشاش الاداري، وكابتن احمد عبد الدايم للمهمات. اما الجهاز الفني للنادي الاهلي، كابتن حسن محمد المدير الفني، محمد صلاح المدرب العام، ابراهيم عبد الجواد مدرب حراس المرمى، كابتن عمار فتحي المدير الاداري، محمد فوده طبيب الفريق، محمد احمد نحله مدرب الاحمال، وعبد الله احمد المدرب. ادي امامنا النجار بيغادر ارض الملعب لاعب نادي غزل المحله علشان يتلقى العلاج، وان شاء الله هينزل ويكمل المباراه وتتلعب الكره مره ثانيه. حكم اللقاء شايفين الاشاره بيقول له انزل على طول، اللاعب سليم ما فيهوش حاجه النجار. ترجع الكره مره ثانيه للنادي الاهلي، ملعوبه الكره في اتجاه اللاعب احمد عبدين. احمد عبدين بيعدي وماشي وبيلعب الكره في اتجاه كباكا. كباكا بنلعب في الدقيقه 43 من عمره احداث الشوط الاول، والنتيجه اصبحت 1-1 مشاهدينا الاعزاء. سجل اللاعب عاطف الحكيم لنادي غزل المحله اولا، ثم تعادل اللاعب فارس خالد للنادي الاهلي من تصويبه كده من خارج منطقه الجزاء بلف ودوران واستلام عالم، استلام عالم الحقيقه، ورميه التماس. تتلعب الكره مره ثانيه يوسف عفيفي، يوسف عفيفي والتصويبه من يوسف عفيفي في اتجاه المرمى عند الحارس عصام المحمدي. انما شفنا سلاح التصويب اللي استخدمه لاعبي النادي الاهلي اكتر من مره في مباراه اليوم، واستطاعوا من خلاله بالمناسبه ان هم يسجلوا الهدف، هدف التعادل في احداث هذا اللقاء. تعليمات واضحه من كابتن حسن محمد المدير الفني للنادي الاهلي مواليد 2005. احمد وحيد وانطلاقه كده من ناحيه اليمين عند اللاعب معاذ محمد، بيلعبها مره اخرى لطارق فوزي، نقلات كده من لاعبي النادي الاهلي. يوسف عفيفي ناحيه الشمال، اماميه من يوسف عفيفي، بيلعب الكره البينيه الحلوه عند اللاعب شهاب اللي اخذ الطرف الملعب كده ناحيه الشمال، استلام ولسه وبيلف وبيدور وبيلعبها مره ثانيه في الخلف
هناك ناحيه شمال عند اللاعب طارق فوزي اللي بيلعب كره عرضيه عدت من كباكا خطره جدا وتوصل في اتجاه اللاعب محمد عبد الله، انما على طول مدافع نادي المحله محمود مجدي عبد الحميد بيطلعها الى خارج الملعب وتبقى رميه تماس ليوسف جمال والنادي الاهلي من ناحيه اليمي. يوسف جمال في اللحظات الاخيره من الوقت الاصلي للشوط الاول مشاهدينا الاعزاء، ادي يوسف جمال بيلعب الكره لكباكا، ادي كباكا استلام من كباكا بيلعبها لوحيد، وحيد مره تانية ليوسف جمال ناحيه اليمين، البحث بقى عن الكره العرضيه ترجع لوحيد، ادي وحيد بيلعب لكباكا استلام من كباكا وعايز يلف كده زي ما عمل زميله فارس خالد في قصه الهدف الجميل وهدف التعادل للنادي الاهلي في مباراه اليوم، انما ترجع الكره مره تانية طارق فوزي بيلعب الكره، طارق فوزي هناك ناحيه شمال خطره فارس خالد، وادي بقى البينيه الحلوه من اللاعب طارق فوزي في اتجاه فارس خالد، انما يعني الحقيقه عصام المحمدي حارس المرمى قام بدور الليبرو بشكل متميز جدا في اللقطه الماضيه دي، حارس مرمى كويس الحقيقه عصام المحمدي ده حارس مرمى نادي غزل المحله في مباراه اليوم. ادي رميه التماس من ناحيه اليمين مشاهدينا الاعزاء، رميه التماس من ناحيه اليمين لصالح نادي غزل المحله على مهلهم تماما، نلعب في الدقيقه الاخيره من عمر واحداث الشوط الاول من هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء، وادي رميه التماس للاعب محمود مجدي بيلعبها ناحيه شمال، وادي الانطلاقه والمحاوله ولكن على طول الضغط بقى من طارق فوزي وبمنتهى الذكاء كده بياخد منها ركله مرمى لعبها كده في لاعب نادي غزل المحله وطلعت وبقت ركله مرمى، ادي حازم جمال حارس المرمى للنادي الاهلي، توصل الكره مره ثانيه في الخلف احمد عبدين انطلاقه وبيلعب الكره البينيه الاماميه عند اللاعب شهاب اللي شفناه بيتحرك كتير جدا الحقيقه في مباراه اليوم بيفضي بعض المساحات كده للاعبين القادمون من الخلف بقى للنادي الاهلي، اتلعبت الكره هناك ناحيه اليمين عند اللاعب محمد علي ابراهيم، محمد علي ابراهيم ادي محمد علي اكتر اثنين قلنا اسمائهم محمد علي ابراهيم وعاطف الحكيم، توصل الكره مره ثانيه من جانب لاعبي طبعا نادي غزل المحله في مباراه اليوم، انما اتقطعت الكره ووصلت للنادي الاهلي، ادي بقى الكره في وسط الملعب لفارس، فارس اللي سجل هدف التعادل في مباراه اليوم بيلعب الكره هناك ناحيه الشمال استلام يوسف عفيفي بيلعبها لفارس مره ثانيه، فارس بيلعب الكره لكباكا سابها كباكا وصلت هناك ناحيه اليمين عند اللاعب يوسف جمال لكباكا احمد خالد واحده والثانيه كده، انما يتدخل دفاع نادي المحله ويقطعوها وتوصل للحكيم، الحكيم بيلعبها هناك ناحيه اليمين، ادي الاثنين بقى اللي بقول لحضراتكم عليهم، ادي محمد علي ابراهيم، محمد علي ابراهيم هما قائد العمليات الهجوميه النهارده لنادي غزل المحله، محمد علي ابراهيم ومحمد وعاطف حسن الحكيم الحي. طارق فوزي بيلعبها لاحمد وحيد، بنلعب في الدقيقه الثانيه من عمر واحداث الوقت المحتسب بدلا من الضائع لاحداث الشوط الاول من هذا اللقاء، الاهلي وغزل المحله دوري الجمهوريه مواليد 2005 والنتيجه هي التعادل الايجابي 1-1. ادي على طول الكره الاماميه تتلعب من اللاعب كباكا بيلعبها هناك ناحيه الشمال عند يوسف جمال، يوسف جمال لسه الكره مع يوسف بيحاول يعدي وياخد منها ركله ركنيه، برافو يا يوسف عمل مجهود كبير جدا وضغطوا عليه لاعبي نادي غزل المحله وطلعت الكره وبقت ركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين في الوقت المحتسب بدلا من الضائع لاحداث الشوط الاول، هل بقى يكون في جديد قبل الذهاب الى غرف تبديل الملابس؟ هنشوف مع حضرتك. ركله ركنيه للنادي الاهلي، الركله الركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال واحمد وحيد، ركله ركنيه هنشوف التنفيذ بقى هيكون ازاي وهل بقى في لاعب يجيد التعامل مع العاب الهواء ويقدر ان هو يسجل، دايما الكرات بتتلعب في اتجاه حارس المرمى كده، وادي مره ثانيه ملعوبه على الايمن قريب انما بيطلع المره دي دفاع نادي الغزل وتوصل الكره مره ثانيه للاعبي النادي الاهلي، ادي الانطلاقه والمحاوله لكباكا، كباكا بيستلم كباكا وبيفتح بوجه القدم كده الكره ناحيه الشمال هناك عند احمد وحيد اللي بيلعبها ليوسف عفيف استلام من يوسف والعرضيه، العرضيه داخل منطقه الجزاء وادي شهاب بيحاول ولكن بقى تدخل ولسه الهجمه، لسه الهجمه وفارس خالد بيحاول مره ثانيه انما بيطلع دفاع نادي غزل المحله، ضغط اهلاوي وحصار اهلاوي لنادي غزل المحله في اللحظات الاخيره من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لاحداث الشوط الاول، وادي الهجمه للنادي الاهلي، يوسف جمال لسه يوسف بيتقدم الامام وماشي يوسف جمال وبيلعب الكره هناك ناحيه اليمين عند اللاعب احمد عبدين، الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس، رميه تماس من ناحيه اليمين للنادي الاهلي يوسف جمال، ادي يوسف جمال هيلعب رميه تماس، يوسف لسه بيلعبها يوسف داخل منطقه الجزاء عند كباكا ولكن على طول بقى هنا دفاع نادي غزل المحله بيحاولوا يخرجوها، والاوقات اللي زي دي في نهايه الشوط الاول او نهايه الشوط الثاني دايما عارفين النادي الاهلي بيجيد استغلالها بشكل جيد جدا، ملوك التسعين بقى والكلام اللي كلكم حافظينه، ادي بقى محمد عبد الله بيلعب الكره هل يقدر يعملها الاهلي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع لاحداث الشوط الاول،
ويترجم بقى هذا الحصار لهدف تاني في مباراة اليوم. كباكا، كباكا بيعدل وتصويبه، اه لو عدت دي، انما على طول بقى بيحط قدمه كده اللاعب محمود كرم وبيمنع هجمه كانت في منتهى الخطوره وتصويبها في منتهى الخطوره من اللاعب احمد خالد كباكا لاعب النادي الاهلي. ادي احمد خالد كباكا بيفتح الملعب هناك ناحيه شمال عند يوسف عفيف، استلام ومحاوله انما اتقطعت الكره مره ثانيه وصلت للاعبي نادي غزل المحله احمد عبدين. وفي هذه اللحظات محمد علاء هاشم ينهي احداث الشوط الاول من هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء بين الاهلي وغزل المحله هنا بملاعب الاهلي بمدينه نصر بالتعادل الايجابي بين الفريقين. وادي امامنا بقى مخرجنا الاستاذ محمد بكروري بيعد لنا الاهداف والتمريره الحلوه من اللاعب فتحي محمود في اتجاه اللاعب عاطف الحكيم، واستغل بقى الخطا هنا وجد الكره هديه كده امامه واودعها شباك النادي الاهلي علشان يعلن عن تقدم نادي غزل المحله في احداث هذا اللقاء عاطف حسن الحكيم. وطبعا رد عليه سريعا لاعبي النادي الاهلي لعب الامام حضراتكم فارس خالد مشاهدينا الاعزاء. وادي امامنا الاعاده للهدف الجميل والكره اللي اتلعبت من الاسيست الجميل من اللاعب محمد عبد الله، وشوف بقى اللف والدوران الرائع من اللاعب فارس خالد في احداث هذا اللقاء والتصويبه القويه على يمين حارس المرمى عاطف المحمدي علشان فارس يعلن عن تسجيل هدف التعادل الجميل جدا للنادي الاهلي مشاهدينا الاعزاء اللي شايفينه مع حضراتكم في الاعاده. مشاهدينا الاعزاء تقبلوا تحياتي تامر عبد السلام. شكرا من جديد للكابتن أسامة حسني والكباتن كابتن محمد حشيش ودكتور أحمد ثابت في استاد الأشبال. بسم الله الرحمن الرحيم مرة تانية مشاهدينا الأعزاء مشاهدي شاشة قناة الأهلي في كل مكان، وأحداث الشوط الثاني من لقاء الأهلي مع غزل المحلة دوري الجمهورية مواليد 2005. نتيجة الشوط الأول هي التعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الأهلي وغزل المحلة. المحلة تقدم أولا بهدف سجله اللاعب عاطف الحكيم، ثم عاد اللاعب فارس خالد واستطاع أن يسجل هدف التعادل بتصويبة قوية على يمين حارس المرمى عصام المحمدي حارس مرمى نادي غزل المحلة. طبعا شوط أول من لاعبي النادي الأهلي كان متوسط المستوى، ودي أمامنا الإعادة للأهداف مع أستاذ محمد الدكروري مخرج هذا اللقاء. والهدف اللي سجله طبعا اللاعب عاطف الحكيم لنادي غزل المحلة الهدف الأول اللي تقدم به غزل المحلة في الشوط الأول. قلنا لحضراتكم أن الأهلي يعني كان عامل شوط أول متوسط زي ما شفنا وتابعنا في الاستوديو التحليلي ما بين شوطي هذا اللقاء، وشرح وافي وكافي ومميز جدا. أدي بقى الهدف الجميل، شوف اللف والدوران الرائع الحقيقة، الكرة استلمها من محمد عبد الله فارس خالد وسدد قوية جدا على يمين حارس المرمى عصام المحمدي اللي فشل في التعامل مع الكرة، وأعلن فارس خالد عن هدف التعادل للنادي الأهلي في أحداث هذا اللقاء. أدي أمامنا بقى الكابتن حسن محمد المدير الفني للنادي الأهلي، هل يستعين ببنك البدلاء اللي متواجدين معاه النهاردة في مباراة اليوم اللي نذكر حضراتكم بيهم سريعا كده؟ عمر كامل، زياد سامي، أسامة أحمد، إبراهيم عادل، محمود لبيب، حسام عادل، محمد رأفت، وخلي بالك محمد رأفت ده لعيب هو هداف الفرقة عنده 5 أهداف في هذا الموسم، هشام مصطفى ويوسف عبد الحفيظ. أمامنا طاقم التحكيم كابتن محمد علاء هاشم وبيعاونه عبد العزيز محسن ومحمود رزق. ومشاهدينا الأعزاء نذكر حضراتكم سريعا كده بتشكيل الفريق. النادي الأهلي حازم جمال، أحمد عبدين، عبد الله بستانجي، يوسف جمال، طارق فوزي، أحمد خالد كباقة، أحمد وحيد، محمد عبد الله ويوسف عفيفي وفارس خالد وشهاب. أما نادي غزل المحلة عصام المحمدي، محمد صبري، محمد نور الدين، محمود مجدي عبد الحميد، محمد خالد النجار، محمود كرم، عمر سعد، فتحي محمود، معاذ محمد، وعاطف حسن، ومحمد علي إبراهيم. بدلاء نادي غزل المحلة في مباراة اليوم أحمد ياسين، ياسين أحمد، محمد، محمد الشحات، عبد الرازق فتحي، مهني فاروق، رشاد عماد، محمد سمير، مسعد محمد، ومحمود صلاح فتح الله. ادي امامنا التعليمات للاعب يوسف عفيفي من المدير الفني طبعا كابتن حسن محمد المدير الفني للنادي الاهلي اللي بالتاكيد اتكلم مع اللاعبين في مباراه اليوم مشاهدين الاعزاء. المدرب المساعد هو اللي كان متواجد مع طبعا اللاعب الكابتن محمد صلاح اللي كان متواجد مع اللاعب يوسف عفيفي امام حضراتكم. وده يوسف عبد الحفيظ واحد من اللعيبه المتالقين جدا ايضا اللي متواجد جدا طبعا زي ما حضراتكم شايفين، وادي بقى يعني زي والده الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي شفناه كان يعني واخد الكرات كده في المباراه النهائي دوري الابطال الافريقي امام الوداد
ويعني الراجل علشان لعيب الوداد ما يضيعوش وقت ادي يوسف عبد الحفيظ، يعني جينات بقى، جينات متوارثه ايضا، بيدي لزملائه الميه كده واكياس الميه في اللقطه اللي شفناها مع حضراتكم دي، ويعني واخد جينات والده، وكان بالمناسبه بيسجل اهداف بنفس طريقه والده الحقيقه. يعني شفنا الهدفين اللي سجلهم في مباراه زد، ومتواجد اليوم على مقاعد البدلاء، وممكن يكون له دور في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. كل الامنيات بالتوفيق ايضا غدا باذن الله للنادي الاهلي في مباراه العوده امام نادي صن داونز، وباذن الله الاهلي يقدر يحقق الفوز ويتاهل الى المباراه النهائيه في السوبر ليج الافريقي والدوري الافريقي، وسط باذن الله دعم كبير جدا ومتوقع من السند واللي في ظهر الكيان دايما، جماهير النادي الاهلي الوفيه واللي دايما بتساند الاهلي وبتقف في ظهر اللاعبين وجهازهم الفني بقياده بقى مارسيل كولر، ان شاء الله يكون موفق في اداره المباراه مع اللاعبين، ونقدر ان احنا نستمتع بفوز جديد باذن الله وتاهل جديد للمباراه النهائيه للنادي الاهلي في النسخه الاولى من هذه البطوله مشاهدينا الاعزاء. النادي الاهلي اللي دايما واخد على تحقيق الارقام القياسيه، اكثر تحقيقا لدوري الابطال الافريقي، وايضا اول نادي مصري يحقق لقب بطوله الكونفدراليه، وباذن الله يكون ايضا اول نادي افريقي واول نادي مصري واول نادي عربي يحقق بطوله السوبر ليج الافريقي باذن الله. كلنا ثقه في اللاعبين للنادي الاهلي في مباراه سان داونز مباراه الاياب. مشاهدينا الاعزاء بنانا مع حضراتكم احداث اشوط ثاني من هذا اللقاء، وعلى يمنا النادي الاهلي وعلى شمالنا نادي غزل المحله، وباذن الله نشوف بقى يعني اداء اكثر حرص هجومي للاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم، وادي كره ملعوبه في اتجاه اللاعب محمد عبد الله في احداث هذا اللقاء. اعتقد شايف اللاعب هشام مصطفى، هل هشام مصطفى نزل ما بين شوطي هذا اللقاء من النادي الاهلي؟ اهو هشام مصطفى بالفعل بينزل، وادي كباكا، ادي كباكا بيعدي وماشي وبيلعب الكره البينيه الحلوه داخل منطقه الجزاء، وطارق فوزي، شوف طارق فوزي متواجد فين، وادي الكره الملعوبه في اتجاه اللاعب يوسف عفيفي، ونفس البدايه في الشوط الاول للاعبي النادي الاهلي اللي شفناها، يعني بيكرر الوضع مره اخرى في بدايه احداث الشوط الثاني، والاهلي اللي بيضغط جدا، ولكن نتمنى بقى ان الضغط ده يستمر والاهلي يقدر ان هو يعني يترجمه ويسجل اهداف. في الشوط الاول الاهلي في البدايه كده مسك كوره وعمل ضغط، وبعدين يعني المستوى الهجومي تراجع نسبيا، ولاعبي المحله استطاعوا ان هم يسجلوا الهدف الاول، ومن ثم عاد الاهلي وسجل هدف التعادل زي ما شفنا في اعادات الاهداف طبعا مع مخرجنا. وادي بقى الكره اللي تتلعب على طول اماميه من اللاعب حازم جمال، بيلعبها هناك ناحيه اليمين، دعم كبير جدا لهذا الحارس طبعا، اكيد الكابتن احمد ناجي وطبعا الكابتن ابراهيم عبد الجواد هيدعموه ويتكلموا معاه ويدعموه على المستوى النفسي، لانه حارس متميز بالمناسبه، يعني حارس كبير وعامل اداء رائع جدا، وكلنا بنغلط مفيش مشكله. ادي الكره تتلعب على طول هناك ناحيه اليمين، وتوصل على الجانب الايمن كده من ملعب المباراه في وسط الملعب، الكره لاعب احمد وحيد. خلي بالك مباريات دوري الناشئين هي بتكون بمثابه كده المدرسه اللي بيتعلم فيها بقى اللعيبه الضغوط وتحمل الضغط، ويعني بيتعلموا من اخطائهم، وحاجه بتكون كويسه لانه ده تنافس رسمي، وبيكون اعداد مهم جدا للدرجه الاولى بقى والتاهل لتشكيل النادي الاهلي في الفريق الاول، وشرف بقى ارتداء فانيله النادي الاهلي على مستوى الفريق الاول، والجماهيريه الكبيره والحاجات الحلوه اللي احنا كلنا طبعا عارفينها. ادي كره ملعوبه اماميه من اللاعب حازم جمال حارس المرمى، اماميه توصل مره ثانيه للاعبي نادي غزل المحله، نادي تاريخي ونادي العريق اللي اسس 1936. وادي تصويبه، ادي تصويبه بقى من واحد من نجوم الشوط الاول اللاعب محمد علي ابراهيم، يعني شفنا ولاحظنا واتكلمنا عن اللاعب عاطف الحكيم ومحمد علي ابراهيم، الاثنين دول هم اللي بيحملوا الامال الهجوميه لنادي غزل المحله ومديرهم الفني كابتن محمود صبحي في مباراه اليوم. ادي امامنا اللاعب ابراهيم هشام مصطفى، توصل الكره في وسط الملعب لاحمد وحيد، بيلعبها لاحمد خالد كباكا، احمد خالد كباكا بيهدى على كورته وبيلعب الكره هناك ناحيه اليمين عند اللاعب احمد عبدين، احمد عبدين بيفتح الملعب ناحيه اليمين، استلام وانطلاقه للاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم. ادي الهجمه وادي الكوره تتلعب على طول من بوستانجي، بيلعبها على طول هشام، هشام مصطفى في الوسط للاعبي النادي الاهلي، هدوء كده من لاعبي النادي الاهلي، بيحاولوا ان هم يبداوا هجمه مركزه يقدروا يعملوا بيها خلخله لدفاعات نادي الغزل في احداث هذا اللقاء، ويقدروا بقى ان هم يوصلوا لشباك الحارس عصام المحمدي. توصل الكره مره ثانيه ناحيه اليمين احمد عبدين، وادي الهجمه وتتلعب اماميه للنادي الاهلي، واحده والثانيه كده، وكباكا بيلعب الكره العرضيه داخل منطقه الجزاء، كره في منتهى الخطوره، وادي بقى الكره هشام، هشام هشام مصطفى، عدى هشام وتصويبه حلوه من هشام، حلوه من هشام، قويه جدا قويه جدا، ولكن عصام المحمدي بقى حارس المرمى، والكره الى خارج الملعب وطلعت وبقت ركله ركنيه.
اضافه حلوه قوي. اللاعب ده شوف لف ودار ونفس الكره بتاعت فارس خالد، ولكن ده يعني سدد في اللقطه الماضيه، وبرافو والله حارس المرمى، برافو يا عصام يا محمدي. الكره الحلوه دايما متعودنا بنقول عليها حلوه، والحارس المرمى النهارده عصام المحمدي عامل ماتش كويس. ركله ركنيه للنادي الاهلي تتلعب على طول، ادي هشام، هشام مصطفى، وتتلعب على طول كره اماميه وتصل هناك ناحيه الشمال للاعبي نادي غزل المحله في مباراه اليوم. الكره الملعوبه الاماميه انما اتقطعت وصلت مره ثانيه للنادي الاهلي، نقلات كده في وسط الملعب، طارق فوزي بيلعبها ناحيه اليمين مره ثانيه ليوسف جمال، يوسف بيلعبها ليوسف الثاني اللي هو يوسف عفيفي، بيعدي وماشي، بيعدي وماشي بالكره وبيلعبها لكباكا، احمد خالد كباكا بيلعبها حلوه لهشام مصطفى، هشام بيفتح الملعب حلوه لطارق فوزي، طارق فوزي بيلعب كره عرضيه تصطدم كده بدفاع نادي غزل المحله، وادي الكره الملعوبه وتصل الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. تتلعب الكره بسرعه، احمد عبدين، احمد عبدين بيفتح الكره كده في وسط الملعب، استلام امامنا من اللاعب محمد عبد الله، بيعدي وماشي محمد عبد الله، محمد عبد الله عدى وماشي محمد عبد الله وبيلعبها مره ثانيه حلوه للاعب اللي هو هشام مصطفى، عدى هشام واحده والثانيه حلوه، وادي الكره الملعوبه مره ثانيه من طارق فوزي عرضيه، انما على طول بقى كانت محتاجه تكون اعلى شويه، بيجيبها مدافعه نادي غزل المحله في مباراه اليوم، وتوصل الكره في وسط الملعب، احمد عبدين بيلعبها بسرعه كده بلمسه اماميه توصل في اتجاه اللاعب هشام مصطفى مره ثانيه، وادي على طول يوسف عفيفي بيستلم، يوسف عفيفي مفتاح لعب كويس جدا يوسف عفيفي مع اللاعب احمد خالد كباكا للنادي الاهلي في الشق الهجومي، توصل الكره هناك ناحيه الشمال عند يوسف جمال لكباكا، بيلعبها لاحمد وحيد، احمد وحيد بيعدي وماشي وبيلعبها مره ثانيه ترجع لاحمد وحيد، احمد لكباكا، ادي كباكا بيلعب بقى الكره الاماميه الحلوه حلوه جدا، وادي بقى الكره داخل منطقه الجزاء منتهى الخطوره، دي اللاعب محمد رأفت ايضا متواجد مع تشكيل النادي الاهلي في الشوط الثاني، ترجع الكره عرضيه، يبقى كده بقى المدير الفني كابتن حسن محمد دفع باللاعب ايضا محمد رأفت شايفه في الملعب، توصل الكره لاحمد خالد كباكا، احمد خالد كباكا بيلعب الكره الاماميه انما تصل الى حارس المرمى عصام المحمدي، احمد يعني اللاعب بقى محمد رأفت اللاعب الهداف اللي عنده 5 اهداف بينزل في بدايه احداث الشوط الثاني، اعتقد بقى مكان اللاعب شهاب، انما تبديلات للمدير الفني كابتن حسن محمد المدير الفني للنادي الاهلي في مباراه اليوم، بيحاول بقى يعني يبحث عن اللعيبه المميزه على مقاعد بدلاء، عنده اكتر من لاعب مميز نزل منهم 2 اللي هم طبعا هشام مصطفى واللاعب محمد رأفت، ادي الكره الملعوبه الاماميه في اتجاه اللاعب محمد رأفت، عصام المحمدي حارس المرمى بيمسك الكره على مهله تماما، بيضيع وقت كده على مهله تماما، طبعا حارس المرمى عصام المحمدي بيمسك كرته على طول، وراح له طبعا لاعبي النادي الاهلي اللاعب محمد رأفت علشان يستعجله ان هو يلعب الكوره اماميه عاليه، طبعا الكلام ده مش ها يعني لاعبي الاهلي لازم ان هم يسجلوا هدف ثاني علشان لاعبي المحله ما يعملوش الكلام ده، هم يضيعوا وقت، ترجع الكره مره ثانيه اماميه يجبرهم كده لاعبي الاهلي ان هم بقى اللي يهاجموا ويلعبوا بسرعه علشان يدركوا التعادل في حال ان الاهلي يسجل بقى الهدف الثاني، احمد خالد كباكه وفاول على احمد خالد، فاول على احمد خالد حكم اللقاء محمد علاء هاشم، محمد علاء هاشم حكم اللقاء بيدي فاول لنادي الغزل في مباراه اليوم، زعيم الفلاحين ارجنتين الكره المصريه نادي غزل المحله، تعادل مع النادي الاهلي حتى الان 1-1، يلعب في الدقيقه 53 من عمر احداث المباراه، وادي الركله الحره بتتلعب على طول عرضيه داخل منطقه الجزاء منتهى الخطوره وتمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى، تطلع وتبقى ركله مرمى، كره اتلعبت كده على يعني الجانب الايسر داخل منطقه جزاء النادي الاهلي، ولكن لاعبي نادي غزل المحله لعبوها بجوار العارضه بجوار القائم الايمن كده لمرمى الحارس حازم جمال، وطلعت الكوره هجمه كانت خطيره الحقيقه وتنفيذ كان خطير للركله الحره للاعبي نادي غزل المحله في مباراه اليوم عن طريق بقى اللاعب معاذ محمد، تتلعب الكره مره ثانيه، ادي كباكا بيلعبها في وسط الملعب، استلام امامنا من اللاعب هشام مصطفى، بيعدي وماشي هشام وبيفتح الملعب هنا ناحيه الشمال عند اللاعب يوسف عفيفي اللي بيحاول يعدي ويستغل بقى مهارته الفرديه انما اتقطعت، ورجعت الكره مره ثانيه للاعب محمد علي، محمد علي بيلعبها في وسط الملعب للاعب لاعب نادي الغزل في مباراه اليوم اللاعب محمود مجدي، محمود مجدي انما اتقطعت وصلت لاحمد عبدين، بيلعبها ناحيه شمال عند يوسف جمال، يوسف جمال بيلعب الكره هناك ناحيه اليمين،
استلام وانطلاقه كده من لاعبي النادي الاهلي، كره لقباقه بيلعبها هناك على الجانب الايمن عند اللاعب يوسف جمال، انما الكره تمر الى خارج الملعب، طلعت وبقت رمية تماس. هل بقى نشوف مشاركه ليوسف عبد الحفيظ اللي دايما ايضا كان بيلعب في الجبهه اليمنى؟ يعني ادي الكوره، وادي الكوره اتلعبت حلوه الحقيقه، اتلعبت حلوه الحقيقه. والاعاده بقى مع الاستاذ محمد الدكروري للهجمه الخطيره للاعبي غزل المحله في اللقطه اللي فاتت، شفنا الراجل لعبها بلعبه راسيه كده الحقيقه، ومرت يعني بجوار القائم، فرصه كانت خطره جدا للاعبي غزل المحله. وشفنا الفرصه الخطيره للاعب بقى هنا محمد عبد الله في الشوط الاول للنادي الاهلي، ايضا الكره الراسيه للكابتن اسامه حسني، واحد من النجوم اللي كانوا دايما بيجيدوا الالعاب الهوائيه يعني والعاب الراس. وشفنا النصيحه اللي اداها للاعب محمد عبد الله، بالتاكيد لعيبه بتشاهد المباراه مع الجهاز الفني بعد احداث اللقاء وبيتابعوا وبيتعلموا من الاخطاء والامور دي. والكابتن اسامه حسني اللي نصحه ان هو ياخد الكره بالجبهه في زي ما الكره جايه من نفس الزاويه يعني. بيفكرنا بقى بواحده من اجمل مباريات الكره المصريه للكابتن اسامه حسني وللنادي الاهلي، نهائي كاس مصر 2007. الاهلي كان متاخر مع نادي الزمالك، امام نادي الزمالك 1-2 بالهدف اللي كان سجله شيكابالا، وعاد بقى الكابتن اسامه حسني ونزل وحسم المواجهه للاهلي وسجل هدفين براسيتين لا ينساهم جمهور النادي الاهلي الحقيقه لحقق كاس مصر 2007. ادي بقى الركله الركنيه من ناحيه الشمال لنادي غزل المحله لاعبي الاهلي، يعني حارس المرمى في اللقطه الماضيه حازم جمال مسك الكره وخرج بيها بره وطلعت وبقت ركله ركنيه. ركله ركنيه، خلي عندك ثقه في نفسك يا حازم، انت حارس مرمى متميز وحارس مرمى كويس، وواضح يعني ان هو متاثر بالخطا اللي تسبب فيه في الشوط الاول، انما انت حارس كبير وحارس متميز وكلنا بنغلط، قلنا الكلام ده كتير. ودور بقى الجهاز الفني ان هو يتعامل مع اللاعب حازم جمال نفسيا لانه حارس متميز، وكنا بنتكلم وبنقول ان الكابتن اسامه حسني شرح اللعبه والخبرات بقى اللي بينقلها لاعبي النادي الاهلي القدامى والسابقين للنجوم بقى اللي هم يعني بيسعوا انهم يكونوا الورد اللي بيفتح بقى في يعني ملاعب الكره القدم المصريه والنادي الاهلي، خبرات بينقلها اللعيبه. كابتن وليد سليمان متواجد والكابتن محمد شوقي نجوم كبار في قطاع الناشئين للنادي الاهلي، ومعهم طبعا الكابتن احمد ناجي والكابتن بدر رجب، يعني ناس وكباتن كبار جدا وكانوا نجوم سابقين وعندهم خبرات كبيره. وادي امامنا بقى الكابتن اسلام الشاطر ايضا بيتواجد في ملعب المباراه مشاهدين الاعزاء مع الكباتن كابتن وليد سليمان والكابتن محمد شوقي وبقيه الحضور اللي متواجدين في ملعب المباراه. توصل الكره في وسط الملعب مره ثانيه للاعب احمد وحيد، احمد وحيد للنادي الاهلي بيلعب الكره الاماميه احمد وحيد، ولكن توصل الى حارس المرمى عصام المحمدي لنادي غزل المحله في مباراته. عصام المحمدي بيضيع وقت يعني عصام المحمدي، وادي اللقطه على النجوم بقى السابقين للنادي الاهلي اللي بالتاكيد بينقلوا خبراتهم للاعيبه الناشئين واللي هم طبعا لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، قطاع الناشئين والبراعم، علشان نشوف نجوم كبار جدا يكتسبوا بقى من خبرات هؤلاء اللاعبين اللي سبقوهم وتالقوا وقدموا الكثير والكثير من النجوميه والبطولات والانجازات للنادي الاهلي ولكره القدم المصريه. توصل الكره مره ثانيه، نقل الخبرات مهم جدا وعمل مؤسسي رائع جدا من النادي الاهلي برئاسه بقى كابتن محمود الخطيب اللي بنقول له طبعا كل سنه وانت اسطوره مصر وافريقيا والنادي الاهلي وقبل مليون سنه صحه وتالق ورياده يا رب. طبعا كابتن محمود الخطيب وعيد ميلاد، كل سنه وانت طيب يا كابتن بيبو. توصل الكره ناحيه اليمين، ادي الانطلاقه للاعبي النادي الاهلي، الكره الملعوبه على الجانب الايمن من ملعب المباراه في الخلف كده للنادي الاهلي، نقلات هشام، بيعدي هشام وبيعيدها في الخلف مره ثانيه للاعب عبد الله بستانجي. عبد الله بيفتح الملعب هناك ناحيه اليمين عند احمد عبدين، احمد عبدين اللي بيلعب الكره الاماميه الطوليه في اتجاه اللاعب محمد رأفت. محمد رأفت في انتظار بقى الاضافه اللي هيقدمها هذا اللاعب باذن الله على المستوى الهجومي لتشكيل النادي الاهلي في الشوط الثاني مع المدير الفني كابتن حسن محمد. فاول لنادي غزل المحله في احداث هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء. غزل المحله اللي قلنا لحضراتكم هبط في الموسم الماضي من الدوري الممتاز على مستوى الفريق الاول مع نادي حرس الحدود ومع اسوان، وادي الاعاده وادي اللقطه والفاول والمخالفه على اللاعب محمد رأفت لاعب النادي الاهلي. اخر مباريات غزل المحله زي ما قلنا في الشوط الاول كانوا خسروا من اسوان في دوري المحترفين المصري، نقاشات ويعني كابتن محمد شوقي كده بيتكلم مع الكابتن اسلام الشاطر
وبيتكلموا مع بعض وبيشرحوا. نجوم كبار جدا طبعا، نجوم كبار جدا استمتعنا بيهم في ملاعب كرة القدم المصرية الحقيقة، وحققوا بطولات وإنجازات للنادي الأهلي. أدي بقى التعليمات من لاعبي نادي غزل المحلة والمدير الفني. هنشوف بقى هنا مين اللي هينزل. اللاعب مسعد محمد. مسعد محمد بيستعد لإجراء تبديل. المدير الفني بقى هنا لنادي غزل المحلة محمود صبحي. مسعد محمد بيستعد للنزول في هذه اللحظات، وهيخرج اللاعب محمد علي إبراهيم. عمل مجهود كبير جدا اللاعب صاحب القميص رقم 17 ده الحقيقة، وتألق في الشوط الأول قبل بلاء حسنا قبل أن يغادر أرض الملعب. إذن تبديل لنادي غزل المحلة والمدير الفني محمود صبحي في مباراة اليوم. تتلعب الكرة أمامية عالية ومعدية، حوار بقى الخطوط والفكر الفني من كابتن حسن محمد المدير الفني النادي الأهلي وكابتن محمود صبحي المدير الفني النادي غزل المحلة. توصل الكرة في اتجاه كباكة حكم اللقاء، ما اداش حاجة. توصل الكرة عند اللاعب أحمد وحيد بيلعبها انطلاقة للنادي الأهلي. يوسف جمال بيعدي وماشي يوسف وبيلعبها لهشام مصطفى. هشام لف ودوران من هشام، ومرة تانية بيناور كده في وسط الملعب وبيلعب الكرة في اتجاه اللاعب عبد الله بستانجي اللي بيلعب الكرة الأمامية. استلام من اللاعب محمد رأفت. محمد رأفت بيفتح الملعب هناك ناحية اليمين. شفنا محمد رأفت بينزل كده، هو معانا على الورق راس حربة الحقيقة، وبينزل علشان يدي فرصة لزملائه ويفتح الملعب. وشفنا بقى الكلام من الكابتن محمد حشيش ودكتور أحمد ثابت مع الكابتن أسامة حسني، وقالوا الكلام ده إن المهاجم لازم يفتح الملعب كده لزملائه ولاعيب النادي الأهلي يلعبوا على الأجناب. أدي كرة عرضية وتتلعب على طول، إنما تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس من ناحية اليمين للنادي الأهلي. رمي التماس الأهلي تتلعب على طول، وادي الكرة الحلوة الملعوبة ناحية الشمال عند اللاعب طارق فوزي بيلعبها مرة تانية طارق ليوسف عفيفي. لطارق مرة تانية، طارق جاي له المساندة جاية من يوسف بيلعبها له يوسف. استلام وعايز يعدي كده من ما بين أقدام لاعب نادي الغزل، النمط قطعت وتتلعب على طول أمامية. وادي الكرة الملعوبة اللي قدام كده، الهجمة للاعب عاطف الحكيم اللي سجل الهدف لغزل المحلة في مباراة اليوم، ولكن الكرة طلعت وبقت رمية تماس للنادي الأهلي. كان يعني متواجد مع اللاعب عاطف الحكيم اللاعب احمد وحيد، والمساعد الثاني في مباراه اليوم محمود رزق اداها للنادي الاهلي. برافو اللاعب احمد وحيد، خلى لاعب المحله كده يخطئ ويكسب هو منها رمي تنس. توصل الكره مره ثانيه للاعب يوسف جمال. يوسف بيلعب الكره في وسط الملعب لوحيد اللي بيلعب الكره الاماميه. وحيد عاليه ومعديه وتصل الى حارس المرمى عصام المحمدي. عصام المحمدي، وادي وصلنا للدقيقه 62 من عمر واحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء، والنتيجة هي التعادل الإيجابي 1-1 بين غزل المحلة والنادي الأهلي في مباراة اليوم. مشاهدينا الأعزاء، عاطف الحكيم سجل للمحلة وتعادل فارس خالد للأهلي. كرة ملعوبة أمامية، الكلام ده طبعا الهدفين سجلوا في الشوط الأول، في انتظار بقى اللي إن شاء الله يعني استطلاع هلال التهديف أيضا للمرة الثانية في سماء اللقاء هنا بملعب الأهلي بمدينة نصر. مشاهدينا الأعزاء، توصل الكرة مرة ثانية في وسط الملعب. استلام عبد الله بستانجي بيلعبها واحدة والثانية كده في اتجاه اللاعب هشام مصطفى. وحيد لكباكا، كباكا بيعدي كباكا وماشي وبيلعبها هنا ناحية الشمال لهشام مرة تانية اللي بيستلم كورته وبيلعب الكرة الأمامية واحدة والتانية كده، عايز يلعبها مع اللاعب يوسف عفيفي. النمط قطعت وتصل الكرة هنا ناحية اليمين، وادي بقى الهجمة، ادي الهجمة لنادي غزل المحلة، انما الكرة تمر إلى خارج الملعب تطلع وتبقى رمي التماس. رمي التماس كده على نادي غزل المحلة، تتلعب الكرة. لاعب معاذ أحمد هو اللي كان في الهجمة من لاعبي نادي الغزل. ادي احمد خالد كباكا، احمد خالد كباكا بيلعب الكره في وسط الملعب للاعب هشام. عامل يعني اداء كويس اللاعب هشام الحقيقه، هشام مصطفى، منذ نزوله مع بدايه احداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. عبدين لهشام، هشام واستلام. ادي هشام بيلعبها مره ثانيه، تصل لاحمد وحيد. احمد وحيد بيعدي وماشي، احمد وحيد بيلعبها وتصويبه من هشام، انما تخبط في الدفاع وتخرج وتبقى رميه تنس. خبطت الكرة كده في اللاعب عمر سعد، اصطدمت بيه والى خارج الملعب. ادي عمر سعد، يعني شفنا بقى هنا المدير الفني محمود صبحي لنادي غزل المحله، وكانه هو اللي يعني بيقول للاعب انه يقع على ارض الملعب ويضيع بعض اللحظات يعني من المباراه، انما نتمنى السلامه. واضح كده انه عنده شد في الخلفيه ولا حاجه، ان شاء الله يكون سليم. وادي التبديلات بقى من النادي الاهلي. شايف انا كده حسام عادل بيستعد للنزول. هنشوف التبديلات من النادي الأهلي في مباراة اليوم، والكابتن بقى حسن محمد. تبديلات للنادي الأهلي
في احداث هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء، والاستعانه بقى باللعيبه المتواجدين على مقاعد البدلاء والتعليمات. هنشوف بقى الاضافه اللي هيقدمها اللعيبه باذن الله، والفكر للكابتن حسن محمد اللي بيحاول ان هو طبعا يطور الاداء على المستوى الهجومي. شفنا محمد رأفت، وادي امامنا طبعا اللاعب حسام عادل، او ده ابراهيم عادل لاعب النادي الاهلي. ابراهيم عادل لاعب النادي الاهلي بينزل في ارض الملعب صاحب القميص رقم 15، هو توأم بالمناسبه يعني، هو اخوه حسام عادل لاعب النادي الاهلي في يعني فريق 2005. اتلعبت الكره مره ثانيه، تبديلات طبعا من قبل المدير الفني كابتن حسن محمد للنادي الاهلي. ابي عبد الله بستانجي بيفتح الملعب ناحيه الشمال عند اللاعب هنا لبيب، محمود لبيب ايضا اللي نزل اهو. ادي لبيب بيلعب الكره العرضيه، لبيب عنده هدفين محمود لبيب، وادي كره خطره جدا وتصل الى حارس المرمى عصام المحمدي. محمود لبيب سجل هدف في مرمى بلديه المحله بلعبه راسيه كده الحقيقه في المباراه اللي انتهت بفوز الاهلي 8 لا شيء. هل بقى يقدر يسجل ايضا في الطرف الثاني لمدينه المحله وهو نادي الغزل النهارده؟ اللاعب محمود لبيب اللي نزل على الجبهه اليسرى الهجوميه كده للنادي الاهلي في مباراه اليوم. اتلعب الكره اماميه من محمد، محمد رأفت بيلعب الكره العرضيه، وادي بقى الكره الملعوبه العرضيه خطره جدا في اتجاه اللاعب يوسف جمال، انما تصل عند كباكا اللي بيسيبها وتوصل لمحمود لبيب. لبيب اللي بيلعب كره عرضيه داخل المنطقه ومعديه من الكل ومشيت بعرض الملعب، وادي كره خطره جدا خطره جدا انما تمر بجوار القائم الايسر وتطلع وتبقى ركله مرمى. ادي الاضافه بقى اللي يعني قدمها محمود لبيب، وادي بقى الشرح من الكابتن وليد سليمان. كان يعني لعيب كبير جدا، لعيب كبير جدا، وهو كان بيجيد بقى الكلام ده وهو والنجوم اللي متواجدين خارج ارض الملعب والحنين الى الملعب. والله النجوم دول متعون، والله النجوم دول متعون الحقيقه. كابتن وليد سليمان بيقول لو انا اللي موجود طبعا كنت عملتها ازاي، والمفروض تتعمل ازاي، والقصه والحاجات الحلوه اللي احنا شفناها والاداء المبدع والجميل اللي قدمه الكابتن وليد سليمان لعشاق كره القدم المصريه ولجماهير الاهلي على وجه الخصوص. يعني ترجع الكره مره ثانيه، ان شاء الله نشوف نجوم من هؤلاء اللاعبين زي الكباتن الكبار اللي موجودين ايضا خارج الخطوط للنادي الاهلي النهارده ومتواجدين في قياده قطاع الناشئين. توصل الكره مره ثانيه لنادي غزل المحله، مرور مرور خطره خطره خطره، وادي بقى يا ولد يا لعيب يا حازم يا جمال، ادي حازم جمال يتصدى الكره هي الاخطر لنادي غزل المحله في الشوط الثاني. كرة منتهى الخطورة لغزل المحلة، وادي محمد رأفت يعني مخرج اللقاء بقى بتاع كورة الأستاذ محمد الدكروري، شوف بقى بيجيب لنا الكورة بتاعت محمد رأفت وبيربط بينها وبين الكورة اللي لسه مضيعها لاعبي غزل المحلة. يعني الأهلي كان ممكن يسجل هدف تاني في مباراة اليوم يتقدم بيه، ارتدت الكورة على الأهلي وكان ممكن يسجل المحلة هدف في أحداث هذا اللقاء. توصل الكورة مرة تانية، أهمية بقى الفرص واستغلال الفرص اللي في المباراة الحقيقة. يعني الفرص الضائعة مهمة جدا استغلالها وترجمتها لأهداف. توصل الكرة مرة تانية هناك ناحية شمال، أدي الانطلاقة للنادي الأهلي، الكرة الحلوة الملعوبة، وأدي المرور الجميل، المرور الجميل والكرة العرضية، إبراهيم 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 مش ممكن مش ممكن، وبيطالبوا بركلة الجزاء لاعيب النادي الأهلي، إنما يعني تألق دفاعي كبير جدا من لاعبي نادي الغزل في اللقطة الماضية. تألق كبير جدا من لاعبي غزل المحلة في اللقطة الماضية، وبالتأكيد هنشوفها مرة تانية. وأدي حكم اللقاء، حكم اللقاء على طول بقى محمد علاء هاشم، وادي الاعتراضات من الجهاز الفني للنادي الاهلي. ادي اللقطه، ادي اللقطه، وادي العرضيه، وادي ابراهيم عادل، ادي ابراهيم عادل، وادي التصويبه، يعني وكان اللاعب جايبها بايده. لقطه كده هتحتاج شرح كبير جدا طبعا في الاستوديو التحليلي وهيقفوا عندها كتير. كباتن الكبار كابتن اسامه حسني وكابتن محمد الحشيش ودكتور احمد ثابت. ادي اللاعب واقع على ارض الملعب، انما يعني ما اعرفش ان كانت هي جت في وجهه ولا بايده. يعني الوضعيه التشريحيه للجسم كده وحركه اليد للاعب محمود مجدي عبد الحميد. ادي اهي ادي اهي ادي اهي ادي امام حضراتكم اللقطه والاعاده، ادي امام حضراتكم اللقطه والاعاده، واعتقد جت في وجهه يعني مش عارف، انما على العموم هم يعيدوها بشكل افضل. وادي على طول تتلعب الكوره، تصل في اتجاه اللاعب عبد الله بستانجي اللي بيلعبها ناحيه شمال عند احمد خالد كباكا. احمد خالد كباكا بيلعب الكره هناك على الجانب الايسر من ملعب المباراه للبيب. لبيب بيلعبها لهشام للبيب مره ثانيه، توصل لكباكا، ادي كباكا، كباكا بيعدي وماشي وبيلعب الكره على حدود
منطقة الجزاء كده عند اللاعب محمد عبد الله اللي بيلعب الكرة هناك ناحية اليمين، وادي الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء ومحاولة واستلام، وادي بقى على أمامنا اللاعب هشام وبيلعب كرة عرضية خطرة جدا، محمد رأفت الهداف، الهداف بيلعب الكرة العرضية تمر كده ولاعبها طبعا في اتجاه المرمى إنما إلى خارج الملعب، وطلعت الكرة هجمة في منتهى الخطورة. شوف محمد رأفت، شوف محمد رأفت بقى والإضافة على المستوى الهجومي، ولف وسط اللاعب كده ولعبها، عايز يلعبها في الزاوية البعيدة لحارس المرمى عصام المحمدي، إنما الكرة تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركلة مرمى لنادي غزل المحلة في مباراة اليوم. ولكن كان في تسلل، كان في أوفسايد، ركلة حرة غير مباشرة، راية من كابتن عبد العزيز محمد وصفرة من كابتن علاء محمد علاء هاشم حكم هذا اللقاء، وركلة حرة. وصلنا للدقيقة 70 من عمر وأحداث الشوط الثاني والمباراة، تبقى تلت ساعة والنتيجة التعادل الإيجابي 1-1 بين الأهلي ونادي غزل المحلة في مباراة اليوم مشاهدين الأعزاء. كرة ملعوبة للاعب وحيد بيعدي وماشي، أدي وحيد بيلعب الكرة الأمامية، استلام بشكل جيد من لاعب النادي الأهلي إبراهيم عادل، بيلعب الكرة الأمامية عند اللاعب كباكا اللي بيفتح الملعب هناك ناحية شمال عند وحيد اللي بيلعب الكرات العرضية، إنما على طول المخالفة لنادي غزل المحلة. شوفنا بقى الكابتن محمد حسن أو حسن محمد المدير الفني، أدي اللاعب محمد صبري لاعب نادي الغزل اللي وقع على أرض الملعب، نتمنى له السلامة. وأدي الإعادة، وأدي التصويبة والتصدي الجميل الحقيقة من حارس المرمى حازم جمال لكرة اللاعب محمد خالد النجار في اللقطة اللي بيعيدها لنا أستاذ محمد الدكروري في مباراة اليوم. حازم جمال حارس مرمى النادي الأهلي تألق الحقيقة في التصدي للكرة للاعب محمد خالد النجار، تتلعب الكرة أمامية عالية معدية تصل وتعود مرة تانية برأسية كده في اتجاه اللاعب هشام لكباكا، كباكا بيلعب الكرة الأمامية العالية وتصل في اتجاه اللاعب محمد رأفت، إنما على طول مقطوعة وتوصل الكرة مرة تانية للاعبي النادي الأهلي ناحية الشمال مشاهدينا الأعزاء. هذه الكرة الملعوبة الأمامية والمحاولة في هذه اللحظات، إنما تمر الكرة إلى خارج الملعب وتطلع إلى خارج الملعب، تتلعب الكرة مرة تانية، عبدين بيلعبها ناحية اليمين، استلام من اللاعب أحمد وحيد، وحيد بيعدي وماشي وبيلعب الكرة في اتجاه اللاعب أحمد خالد كباكا اللي بيلعبها لعبد الله بستانجي، وتصل الكرة في وسط الملعب لوحيد، وحيد بيلعبها مرة تانية للاعبي النادي الأهلي، نقلات كده من لاعبي النادي الأهلي، عبد الله بستانجي بيفتح الملعب ناحية الشمال عند اللاعب محمود وحيد مرة تانية، نقلات من لاعبي النادي الأهلي على حدود منطقة الجزاء، إنما بيطلع دفاع نادي غزل المحلة في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. أمامية الكرة تصل إلى حازم جمال حارس المرمى، حازم جمال، حازم بيلعبها لعبد الله بستانجي، عبد الله بيلعب الكرة في وسط الملعب والاستلام أمامنا من وحيد، أحمد وحيد بيلعبها توصل ناحية اليمين للنادي الأهلي، عبدين، أحمد عبدين بيلعب الكرة في وسط الملعب مرة تانية، نقلات كده من لاعبي النادي الأهلي في مباراة اليوم، وفي تبديلين كده لنادي اتنين لعيبة من لاعبي نادي غزل المحلة واقفين على الخط كده علشان يشاركوا في المباراة والشوط الثاني من قبل بقى الكابتن والمدير الفني محمود صبحي. نتيجة التعادل الإيجابي 1-1، توصل الكرة في وسط الملعب للنادي الأهلي، أحمد وحيد بيلعبها لكباكا، أدي كباكا بيعدي وبيلعب كرة عرضية لحدود منطقة، ومرة تانية تصويبة، تصويبة وركلة ركنية، تصويبة وركلة ركنية للنادي الأهلي من ناحية الشمال، أدي الركلة الركنية للنادي الأهلي، وادي الإعادة، وادي الكرة اصطدمت كده بدفاع نادي غزل المحلة وطلعت وبقت ركلة ركنية للنادي الأهلي من ناحية الشمال، رايح لها أحمد خالد كباكا أمام أنظار بقى الكباتن والنجوم الكبار اللي متواجدين في ملعب المباراة النهاردة ويتابعوا أحداث هذا اللقاء بين الأهلي وغزل المحل. ركلة ركنية من ناحية الشمال للنادي الأهلي، بتتلعب على طول توصل لكباكا مرة تانية، كباكا بيلعبها خطرة جدا، وادي المرور، ادي المرور الحلو، هشام، هشام بيلعب كرة عرضية منتهى الخطورة، كان ممكن خلي بالك يركنها ببطن القدم كده في الزاوية البعيدة اللاعب هشام مصطفى في اللقطة اللي فاتت دي، إنما اتقطعت وترجع الكرة مرة تانية للاعبي نادي المحل، لاعبي الغزل بيلعبوها على طول أمامية، توصل الكرة للنجار صاحب التصويبة والهجمة الخطيرة جدا في الشوط الثاني من قبل لاعبي نادي غزل المحل في مباراة اليوم. ادي الكرة من اللاعب فتحي محمود صاحب أسيست الهدف الأول، توصل الكرة مرة تانية ناحية الشمال، وادي اللاعب عاطف الحكيم اللي سجل في المباراة الهدف الوحيد لنادي الغزل، اتقطعت الكرة ورجعت مرة تانية للنادي الأهلي، وحيد بيلعب الكرة، إبراهيم عادل، إبراهيم عادل بيفتح الملعب هناك ناحية اليمين عند أحمد عبدين، استلام لسه الكرة معاه بيعدي وماشي ويتقدم للأمام،
عدى وماشي كده وبيلعب الكره البينيه على حدود منطقه الجزاء معديه، وادي على طول لبيب بيحاول عليها، محمود لبيب بيحاول ياخدها انما على طول مقطوعه الكره مره ثانيه من لاعبي نادي غزل المحله، اتقطعت وصلت لهشام، عدى هشام وماشي، خطره جدا للاهلي على حدود المنطقه العرضيه، العرضيه الخطيره جدا، ولكن بقى دفاع نادي غزل المحله مره ثانيه بيخرجوها، وادي خطا بقى دفاعي، هل يقدر لاعبي الاهلي يستغله؟ يعني ارتباك دفاعي كده من لاعبي بلديه غزل المحله في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء، وتوصل الكره مره ثانيه للاعب يوسف جمال، بيفتح الملعب ناحيه اليمين، انطلاقه للاعب احمد وحيد، احمد وحيد بيلعبها لحازم مره ثانيه، وتعود الكره في الخلف للاعب عبد الله بستانجي، استلم من عبد الله، لسه الكره مع عبد الله، بيلعب الكره مره ثانيه هناك ناحيه اليمين، يوسف جمال العرضيه داخل منطقه الجزاء، وتبحث عن اللاعب محمد رأفت، انما تجد على طول بقى هنا اللاعب هشام مصطفى بيلعبها الى لبيب، لبيب ناحيه الشمال، لبيب بيعدي وماشي، لبيب بيعدي وماشي وعايز يعمل كره عرضيه، ولكن الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس للنادي الأهلي في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. رمية تماس، وادي التبديلات بقى لنادي غزل المحلة في مباراة اليوم. هنشوف مين الاثنين اللي هينزلوا في أحداث هذا اللقاء مشاهدينا الأعزاء. من لاعبي نادي المحلة في أحداث المباراة. التبديلات من قبل المدير الفني طبعا كابتن محمود صبحي في مباراة اليوم. هذه اللعيبة بيستعدوا طبعا للنزول، هنشوف بقى الفكر للكابتن محمود صبحي اللي بالتأكيد عايز يطلع بنتيجة إيجابية، ونذكر حضراتكم إن لائحة لجنة المسابقات لدوري الناشئين ودوري الجمهورية بتنص على إنه في حال انتهاء المباراة بالتعادل سواء سلبي أو إيجابي بأي نتيجة يحتكم الفريقان إلى ركلات ترجيح، والفريق الفائز في ركلات ترجيح بيحصل على نقطة، بيحصل على نقطة. لازلنا في انتظار إجراء التبديلات، احمد ياسين وياسين احمد ومحمد الشحات وعبد الرازق ومهنا فاروق ورشاد عماد ومحمد سمير ومسعد محمد ومحمود صلاح. ادي الخروج بقى هنا للاعب فتحي محمود لاعب نادي الغزل، دول البدلاء اللي احنا قلناهم لاعبي غزل المحله. اتلعب الكره اماميه اللي بالتاكيد اختار منهم اثنين للمدير الفني، تتلعب الكره وتوصل للبيب اللي بيلعب الكره العرضيه داخل منطقه الجزاء منتهى الخطوره، لبيب بيلعبها وتوصل الكرة مرة أخرى، أدي الانطلاقة بقى في اتجاه اللاعب محمود صلاح فتح الله، أدي أول بديل أهو محمود صلاح بينزل، محمود صلاح رقم 25 من نادي الغزل، ده واحد من اللعيبة اللي نزلوا منذ لحظات يعني وشارك في المباراة بدلا من اللاعب فتحي محمود. نلعب خلاص يعني أقل من ربع ساعة على نهاية الوقت الأصلي لأحداث الشوط الثاني والمباراة مشاهدينا الأعزاء، هنا ملعب الأهلي مدينة نصر الأهلي مع غزل المحلة مواليد 2005 دوري الجمهورية، ونتيجة المباراة هي التعادل الإيجابي 1-1. تتلعب الكرة أمامية عالية وتصل مرة ثانية في وسط الملعب كده، كباكا بيحاول إنما مقطوع الكرة، وأدي الهجمة للاعبي نادي غزل المحلة في مباراة اليوم، واحدة والثانية بشكل جيد جدا، وأدي الانطلاق إنما اتقطعت وصلت لكباكا مرة ثانية، أدي الهجمة، الهجمة بقى اللي مطالب إنها تكون سريعة من لاعبي النادي الأهلي علشان يقدروا يسجلوا. توصل الكرة مرة تانية، الأهلي دايما بيبحث عن الفوز، الأهلي يبحث عن الفوز ولا شيء غير الفوز يعني. أدي انطلاقة حلوة وأدي المحاولة مرة تانية، توصل هناك ناحية اليمين، الهجمة للنادي الأهلي، عابدين بيلعب كرة عرضية في اتجاه اللاعب بقى أمامنا محمد رأفت، إنما تصل إلى حارس المرمى عصام المحمدي حارس مرمى نادي غزل المحلة في أحداث هذا اللقاء. أدي على طول عصام المحمدي بيمسك كورته لاعب نادي غزل المحلة، بتتلعب على طول أمامية عالية وتوصل الكرة هناك ناحية اليمين عند اللاعب إبراهيم عادل اللي بيلعب الكرة الأمامية، وادي الهجمة ومحمد رأفت بيحاول، محمد رأفت بيضغط، محمد رأفت وبيشارك مع اللاعبين إنما بيطلع عصام المحمدي حارس مرمى نادي غزل المحلة في هذا اللقاء وفي توقيت في الدقيقة 78 من عمره أحداث الشوط الثاني واللقاء ككل يعني، ويمسك كورته وبيلعبها على طول أمامية عالية ومعدية توصل في وسط الملعب في اتجاه اللاعب أحمد خالد كباكا. ادي احمد خالد كباكا انما على طول مقطوعه الكره للاعبي غزل المحله، الاهلي مطالب ان هو يمسكوا الكره ويلعبوها على الارض ويحاولوا يلعبوا من القدم للقدم كده علشان يقدروا ان هم يشكلوا خطوره على لاعبي غزل المحله ويصلوا الى الهدف الثاني. ادي كره ملعوبه حلوه، محمد رأفت من كباكا، محمد رأفت جايه له المسانده على طول من لبيب، لبيب بيلعب الكره العرضيه نموذج الحقيقه وحلوه، وادي الاستلام داخل منطقه الجزاء من اللاعب محمد عبد الله، محمد عبد الله محاوله لاستغلال مهاراته وبيلعب الكره هناك ناحيه اليمين عند اللاعب يوسف جمال،
يوسف جمال بيلعب الكره الحلوه لاحمد وحيد، احمد وحيد لكباكا لاحمد وحيد، وادي بقى الالات واللمسات الحلوه من اللاعب ابراهيم عادل مع احمد وحيد ومع كباكا في اللقطه اللي فاتت. نعم على طول يتدخل دفاع نادي المحله وبيقطعوها، توصل الكره للبيب مره ثانيه. ادي لبيب بيلعب الكره على حدود منطقه الجزاء ترجع له. لبيب الكره العرضيه بيلعبها بشكل جيد الحقيقه اللاعب لبيب، انما عدت الكره في اتجاه بقى اللاعب ابراهيم عادل، انما الكره الى خارج الملعب طلعت وبقت رمي التماس. طلعت الكره وبقت رمي التماس من ناحيه الشمال للاعبي نادي غزل المحله في مباراه اليوم، وعلى مهله تماما بقى اللاعب محمد خالد النجار امام حضراتكم، امام انظار المساعد الاول كابتن عبد العزيز محسن. ورمي التماس لنادي الغزل من ناحيه الشمال على مهله تماما محمد خالد النجار. نتيجه طبعا بالنسبه لهم نتيجه كويسه، بيلعبوا مع النادي الاهلي في ملعب الاهلي بمدينه نصر تعادل، ويقول لك بقى نروح لركلات الترجيح وساعتها يعني يحلها ربنا، انما توصل الكوره ودي حكم اللقاء تصطدم بيه الكوره كده محمد علاء هاشم. شفنا طبعا بقى التحكيم في مباراه الاهلي وصن داونز، المباراه اللي كانت في جنوب افريقيا، ويعني النادي الاهلي اللي كان له اكتر من كوره كانت مؤثره في المباراه، ومنها يعني ركله الجزاء اللي كانت واضحه جدا للاعب بيرسي تاو الحقيقه، وشفنا حتى المخرج بتاع جنوب افريقيا ما عادهاش في شيء من عدم الاحترافيه، يعني ادي كره ملعوبه اماميه وتوصل على طول في الامان. نتمنى ان حكام الاهلي في مباراه الاياب بقى يعني يدوا العداله للنادي الاهلي، وشفنا البيان اللي يعني اصدره مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه. توصل الكره هناك ناحيه الشمال، وادي الهجمه للاعبي النادي الاهلي لبيب، لبيب بيعدي وماشي يا ولد العيب، انما طلع بالكره بره وحكم اللقاء بيدي فاول للنادي الاهلي، بيدي فاول للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. هيلعبها اللاعب هشام مصطفى، سابها القباقه، سابها القباقه، ادي قباقه وركله حره في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء للنادي الاهلي. هتتلعب بالتاكيد عرضيه، وهنشوف بقى الراسيه هتجي من مين، يا ترى مين هيقدر يكون هو اللاعب اللي يضيف بسمه على محيه جماهير النادي الاهلي وعلى يعني الجهاز الفني. انما كباكا لعبها في اتجاه المرمى في اتجاه اللاعب عصام المحمدي اللي مسكها بمنتهى السهوله. الكرات اللي زي دي بتكون سهله جدا طبعا على حراس المرمى، الراجل كره مباشره كده جايه له ويعني مش قويه قوي، فمسكها بشكل يعني استعراضي في اللقطه الماضيه. توصل الكره مره ثانيه للاعبي نادي غزل المحله، والكره الملعوبه الاماميه في اتجاه اللاعب مسعد محمد، وطلعت وبقت رمي التماس. مسعد محمد ده كان التبديل ايضا للكابتن محمود صبحي المدير الفني لنادي غزل المحله في مباراه اليوم. وادي بقى حسام عادل اهو، ادي حسام عادل اهو هينزل بيستعد للنزول، لاعب لديه هدفين في دوري هذا الموسم اللاعب حسام عادل، وبيخرج على طول يوسف جمال، بيخرج يوسف جمال وهينزل حسام عادل للنادي الاهلي. تبديل بقى من قبل المدير الفني كابتن حسن محمد، اضافه على المستوى الهجومي علشان يلعب باتنين رؤوس حربه بقى، اللي هو اللاعب حسام عادل اللي نزل منذ لحظات ده، ومعاه اللاعب محمد رأفت علشان استغلال بقى الكرات العرضيه اللي تتلعب من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال، ويقدر اللعيبه ان هم يستغلوا الامور دي ويقدروا ان هم يسجلوا هدف تاني. اذا تبديلات هجوميه من كابتن حسن محمد المدير الفني للنادي الاهلي في مباراه اليوم. ادي وحيد، وحيد بيفتح الملعب هناك ناحيه اليمين، استلام عابدين، عابدين بيلعب الكره، عابدين اللي اعتقد ممكن يشغل بقى هو الجبهه اليمنى شويه بعد خروج اللاعب يوسف جمال. توصل الكره ناحيه الشمال عند اللاعب عبد الله بستانجي، ادي عبد الله بستانجي يتقدم الامام وماشي، يتقدم الامام وماشي، عبد الله عدى وماشي، عدى وماشي، اخترق كده من ناحيه الشمال العرضيه بقى، العرضيه العرضيه بالقدم اليسرى، انما يعني طلعت وبقت ركله مرمى. هي محاوله يعني جيده من اللاعب عبد الله بستانجي الحقيقه، حاول كده ان هو يتقدم من ناحيه الشمال ويلعب الكره العرضيه، انما هو لاعب مدافع فطلعت الكره بالشكل اللي شفتوه ده والى خارج الملعب وطلعت وبقت ركله مرمى. انما التراجع من لاعبي غزل المحله ادى الفرصه للاعبي النادي الاهلي اللي هم بيشغلوا الشق الدفاعي ان هم يتقدموا في وسط الملعب الخاص بلاعبي غزل المحله، ويقدروا ان هم يشاركوا زملائهم في البناء الهجومي الحقيقه. يعني هذه كره ملعوبه اماميه عاليه، توصل مره ثانيه من اللاعب كباكا بيلعبها هناك ناحيه اليمين، استلام ومحاوله توصل لكباكا مره ثانيه، كباكا بيلعبها خطره جدا، وادي محمد عبد الله بيلعب الكوره، وادي بقى الكوره خطره، وابراهيم عادل وركله جزاء، ابراهيم عادل وركله جزاء للنادي الاهلي، ركله جزاء للنادي الاهلي في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. ادي بقى امامنا ابراهيم عادل في هذه اللحظات، شوف بقى التبديلات اللي اجراها الكابتن حسن محمد، ابراهيم عادل وحسام عادل ومحمد رأفت غيروا الشكل للنادي الاهلي، وادي الراجل بيحصل على ركله جزاء، ادي التكمله الهجوميه داخل منطقه الجزاء، وعلى طول يحصل النادي الاهلي على ركله جزاء، وادي الاعاده، وادي ابراهيم عادل، وادي العرقله الواضحه، واللاعب بقى اللاعب محمود صلاح اللاعب البديل اللي نزل في الشوط الثاني نادي غزل المحله يتسبب في ركله جزاء،
ليه النادي الاهلي في مباراه اليوم. ادي كباكه وركله الجزاء للنادي الاهلي، هل بقى كباكه يقدر ان شاء الله ان هو يترجم سيطره النادي الاهلي للهدف الثاني؟ ادي الكوره وادي الاعاده وادي ركله الجزاء في مباراه اليوم. ادي بقى ركله الجزاء، ويعني ركله جزاء صحيحه مليون في الميه في هذه اللحظات، وركله جزاء كباكه، كباكه وركله الجزاء للنادي الاهلي، والترقب بقى من الجميع في الدقيقه 84. مشاهدينا الاعزاء، وقبل يعني اقل من 6 دقائق على نهايه المباراه، في وقت مهم جدا، كباكا احمد خالد كباكا وركله الجزاء. احمد خالد كباكا اللي عنده 3 اهداف باذن الله يضيف الهدف الرابع ليه على المستوى الشخصي في دوري هذا الموسم، والثاني والتقدم للنادي الاهلي في مباراه اليوم ان شاء الله. ادي الاهلي وغزل المحله وركله جزاء احمد خالد كباكا، احمد خالد كباكا، ادي احمد خالد كباكا وركله الجزاء، وكباكا ياخد الاذن، كباكا ولا هدف التاني. في فرق في الاحساس بينك وبين الناس، يا سلام عليك يا كباكا، بيسجل الهدف التاني بشكل رائع جدا، لعبها على يمين حارس المرمى في مكان صعب شويه على الحارس عصام المحمدي اللي هو راح. وادي بقى لاعبي النادي الاهلي، ويعني رساله الدعم بقى لاخواتنا وحبايبنا في فلسطين العزيزه. ادي امامنا بقى هنا احمد خالد كباكا بيسجل الهدف الثاني في مباراه اليوم. في فرق في الاحساس بينك وبين الناس، لعبها ولكن كان رايح معاها اللاعب عصام المحمدي، انما هو لعبها في ارتفاع صعب على حارس المرمى، حتى لو راح معاها ما يقدرش ان هو يجيبها. والهدف الثاني للنادي الاهلي وهدف التقدم، الهدف الرابع لكباكا في دوري هذا الموسم، والهدف الثاني في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء، علشان يتقدم الاهلي على غزل المحله 2-1. 2-1 الاهلي ترجم السيطره، والتغييرات على طول تاتي بثمارها، تاتي بثمارها. شفنا اللاعب ابراهيم عادل اللي حصل على ركله جزاء داخل منطقه الجزاء، اللاعب اللي معاه الكره دلوقتي، وكباكا ترجمها، كباكا ترجمها بالاحساس العالي الحقيقه. ادي الكره العرضيه داخل المنطقه، انما عاليه عاليه عاليه، وبيحاول النادي الاهلي مره ثانيه، عمل مجهود كبير الحقيقه اللاعب محمد رأفت على اللقطه اللي فاتت دي، انما الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لنادي غزل المحله. شوف بقى هنا بسرعه بسرعه على طول عصام المحمدي اللي كان بيضيع وقت منذ لحظات، على طول هيلعب بقى بسرعه دلوقتي، لان الاهلي هو اللي اصبح متقدم 2-1 بهدف احمد خالد كباكا. توصل الكره في الخلف مره ثانيه للاعبي النادي الاهلي. ادي الاستلام من اللاعب احمد عبدين، بيعدي وماشي وبيلعب الكره الاماميه، انما تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس للاهلي، رمي التماس للاهلي اللي اصبح متقدم. لبيب بيلعب الكره في الخلف لعبدين الى حارس المرمى حازم جمال، لأحمد وحيد، لكباكا. ادي كباكا بيستلم الكرة، احمد خالد كباكا، وبيلعبها هناك ناحية اليمين للنادي الاهلي في مباراة اليوم مشاهدينا. ادي على طول الكرة لعبدين مرة تانية، استلمها من بوستنجي، ترجع الكرة هناك ناحية اليمين مرة تانية. ادي الهجمة عبد الله بوستنجي على مهله تماما عبد الله، وبيبص وبيلعب الكرة الامامية عاليه ومعديه، واصله هناك ناحيه اليمين عند اللاعب ابراهيم عادل اللي اضاف كتير جدا على المستوى الهجومي، والكره العرضيه الخطيره وهشام كان ممكن يلعبها براسيه من مره واحده، انما تصل الكره الى حارس المرمى عصام المحمدي. انما يا سلام عليك ابراهيم عادل، غير شكل اللقاء على المستوى الهجومي الحقيقه لما نزل في يعني الشوط الثاني. ادي الكره العرضيه، شوف بقى هنا يعني طبت، واللاعب بقى هنا هشام مصطفى كان بيحاول في اللقطه الماضيه، انما فرصه ضايعه من لاعبي النادي الاهلي. كرة إلى خارج الملعب طلعت وبقت رمية تماس، كانت فرصة كبيرة طبعا للأهلي في اللقطة اللي فاتت دي إن هو يبتعد بالنتيجة بقى علشان يريح الدنيا كلها، إنما توصل الكرة مرة تانية، أحمد وحيد بيلعبها عند اللاعب إبراهيم عادل، يا ولد يا لعيب إبراهيم، بيعدي إبراهيم عادل بشكل متميز وبيلعبها، إنما عبد الله بوستنجي بيطلع على طول أمامية عالية، وكرة إلى خارج الملعب طلعت وبقت رمية تماس من ناحية الشمال. طبعا بقى كابتن حسن محمد المدير الفني للنادي الأهلي بالتأكيد هو شايف اللعيبه وشايف الاداء من بعض اللاعبين البدلاء اللي نزلوا في احداث هذا اللقاء، واللعيبه دول ممكن يكونوا يشاركوا بصفه اساسيه في المباريات القادمه يعني. انما توصل الكره مره ثانيه للاعبي نادي المحله في وسط الملعب، نقلات كده من لاعبي غزل المحله. فارق الهدف في كره القدم يعني بتكون نتيجه غير مطمئنه شويه، لان الهدف بياتي في فيمتو ثانيه زي ما كلكم عارفين. ادي الكره على طول في اتجاه الحارس حازم جمال، حازم جمال اللي بالمناسبه في الشوط الثاني تصدى الكره خطره جدا للاعب محمد خالد النجار، كانت فارقه جدا في مباراه اليوم بالمناسبه، يعني حارس المرمى قدر ان هو يمنع هدف لغزل المحله، والاهلي سجل الهدف الثاني عن طريق كباكا بركله الجزاء اللي حصل عليها اللاعب ابراهيم عادل. فكان لازم ان احنا ننوه ايضا للنقطه دي،
لانه حارس المرمى زي ما بيمنع هدف كانه هو مهاجم ايضا سجل هدف، لانه حافظ على نتيجه تعادل وبعدين لاعبي الاهلي قدروا ان هم يسجلوا. توصل الكره مره ثانيه ناحيه الشمال، وادي الهجمه، يا ولد يا لعيب يا ولد يا لعيب، ايه المهاره والحلاوه والحاجات الحلوه دي، عدى بشكل جيد جدا. هنا بقى محمد عبد الله وبيلعب كره بينيه حلوه وتوصل لحسام عادل، عايز يعدي حسام، عايز يعدي حسام ويشارك بقى توأمه النهارده في التألق في مباراه اليوم ابراهيم اللي حصل على ركله جزاء. توأم الشهير حسام وابراهيم حسن طبعا لكره القدم المصريه والنادي الاهلي. عبد الله بيعدي وماشي وتوصل، وادي الكره العرضيه ان شاء الله يسير على نهجهم بقى طبعا ابراهيم عادل وحسام عادل. ادي الكرة العرضية من لبيب بيلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وفرصة 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 فرصة بقى محمد رأفت، انما الى خارج الملعب، وركلة ركنية للنادي الاهلي، ركلة ركنية للنادي الاهلي اللي شكله الهجومي تغير تماما بوجود بقى اللاعب لبيب اللي بيلعب الكرات العرضية بالشكل الجميل ده، وادي على طول رأفت وهتصطدم الكرة بمدافع نادي غزل المحلة والى خارج الملعب، وطلعت وبقت ركلة ركنية من ناحية اليمين لصالح النادي الاهلي في مباراة اليوم. وبنلعب في الدقيقة 90، بنلعب في الدقيقة 90 يعني، وربنا يكفيك شر الدقيقة 90 أمام النادي الأهلي. أدي تبديلات لنادي غزل المحلة، أدي تبديلات بيحاول يلحق يعني أو ينقذ ما يمكن إنقاذه الحقيقة المدير الفني كابتن محمود صبحي. أدي بقى الركلة الركنية للأهلي، الركلة الركنية للأهلي من ناحية اليمين، الركلة الركنية للأهلي من ناحية اليمين مع وجود التبديلات لنادي الغزل في مباراة اليوم مشاهدينا. أدي اللاعب رشاد عماد اللي نزل منذ لحظات، وادي الركله الركنيه للنادي الاهلي، الركله الركنيه واعتقد خمس دقائق، اعتقد خمس دقائق، شايفين الاشاره كابتن عبد العزيز محمد عبد العزيز محسن. ادي الركله الركنيه للنادي الاهلي تتلعب على طول عرضيه، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. ادي اللقطه بقى طارق فوزي والكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى. ادي العرضيه الحلوه، وشوف بقى اللمسه الراسيه في اللقطه الماضيه دي، ادي اللمسه الراسيه وادي الكرة اللي اتلعبت، ويعني ده احمد عبدين، احمد عبدين كان ممكن يسجل، احمد عبدين كان ممكن يضيف الهدف الثالث، انما يعني ما عندوش حظ، والكرة كده يعني حفت في العارضة، فوق العارضة كده لمست العارضة وطلعت وبقت ركلة مرمى لنادي غزل المحل. انما اداء هجومي افضل للنادي الاهلي في الشوط الثاني الحقيقة، والتبديلات اللي اجراها الكابتن حسن محمد الحقيقة اضافت الكثير جدا للنادي الاهلي على المستوى الهجومي، واستطاع الاهلي ان هو يترجم الامور دي كلها بهدف التقدم في مباراه اليوم من ركله جزاء سجلها كباكا، ركله جزاء يعني صحيحه للاعب ابراهيم عادل. وبالتاكيد كباتننا الكبار بقى هيتكلموا بالتفصيل في الاستوديو. وادي الكوره، ادي الكوره بقى امامنا هنا من حازم جمال الحقيقه اللي تصدى في اللقطه اللي فاتت، ادي الكوره العرضيه من اللاعب النجار، وبرافو يا حازم، برافو يا حازم للمره الثانيه قفل الزاويه بشكل كويس جدا، برافو يا حازم يا جمال. قلت لحضراتكم هو حارس مميز، كلنا بنغلط. ادي الركله الركنيه تتلعب على طول عرضيه، لما بيطلع على طول احمد وحيد عاليه ومعديه، الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وغزل المحله بيحاولوا بقى ان هم يوصلوا لهدف التعادل في مباراه اليوم. وادي الهجمات بقى للنادي الاهلي، محمد عبد الله بيحاول يعدي النمط، قطعت الكوره وصلت مره ثانيه للاعبي الغزل، خطره 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 وتصويبه تمر بجوار القائم الايمن منتهى الخطوره، محمود مجدي عبد الحميد وتصويبه، انما تمر بجوار القائم الايمن ومنتهى الخطوره، منتهى الخطوره، شوف التصويبه، شوف التصويبه. وادي بقى حازم جمال رايح معاها، انما الكره يعني عدت بسنتيمترات قليله جدا جدا كده بجوار القائم الايمن لمرمى النادي الاهلي في مباراه اليوم، والحارس حازم جمال امام حضراتكم. وصلنا للدقيقه الثالثه، بدايه الدقيقه الثالثه من الوقت المحتسب بدلا من الضائع المقدر بخمس دقائق من قبل حكم اللقاء محمد علاء هاشم، والاهلي متقدم على غزل المحله دوري الجمهوريه مواليد 2005 الجوله التاسعه بهدفين مقابل هدف وحيد. توصل الكره مره ثانيه، ادي حسام عادل بيحاول، انما على طول اتقطعت الكره ووصلت مره اخرى للاعب محمد صبري، اماميه عاليه، وادي اللمسه من لاعبي نادي الغزل في مباراه اليوم عن طريق اللاعب مسعد محمد، انما تصل على حدود منطقه الجزاء محمود صلاح، اتقطعت. وادي الهجمه والانطلاقه من ناحيه اليمين عند اللاعب محمد الشحات، بدلاء بقى اللي نزلوا لنادي المحله في الشوط الثاني الغزل، والكره الى خارج الملعب ورمي التماس للاعبي غزل المحله في مباراه اليوم، يعني الدقائق بقى الاخيره من المباراه والاعصاب المشدوده هنا في ملعب اللقاء من الجهاز الفني والاداري طبعا لنادي غزل المحله، اللي بيحاولوا يبحثوا عن التعادل بعد ان تقدم اللاعب احمد خالد كباكا للنادي الاهلي، ويعني ترجم بقى السيطره الحقيقه للنادي الاهلي اللي تفوق على المستوى الهجومي في الشوط الثاني على نادي غزل المحله. نادي غزل المحله اللي بنذكر حضراتكم سجل الهدف بتاعه من خطا للحارس حازم جمال، انما حازم عمل ماتش حلو قوي،
عمل ماتش حلو قوي في الشوط الثاني وتصدى لاكثر من فرصه يعني. ادي الكره ملعوبه اماميه عاليه وتصل الكره مره اخرى في اتجاه كاباكا، استلم من كاباكا بشكل جيد، عدى كاباكا وماشي، عدى كاباكا وماشي وبيلعب الكره البينيه خطره جدا انما على طول مقطوعه لنادي الغزل. وادي الهجمه للاعب رشاد عماد، رشاد بيلعب الكره الاماميه انما مقطوعه من دفاعات النادي الاهلي وتصل هناك الى حارس المرمى عصام المحمدي اللي بالمناسبه عامل ماتش حلو. ادي عصام المحمدي بيلعب الكره الاماميه العاليه، يعني حتى راح مع ركله الجزاء اللي لعبها احمد خالد كباكا، انما احمد خالد لعبها في مستوى وارتفاع يعني صعب جدا على حارس المرمى انه يجيبها. ترجع الكره مره ثانيه، ادي الهجمه لنادي الغزل اماميه ملعوبه والانطلاقه بقى من ناحيه الشمال عن طريق اللاعب معاذ محمد، انما التغطيه من عبد الله بستانجي وبيطلع الكره كده بدون فلسفه الى خارج الملعب رامي تلس. في بعض الاحيان الامور دي بتبقى مهمه جدا انك يعني تطلع الكره بالسهل الممتنع يعني علشان الوقت الصعب طبعا، انت خلاص بنلعب في الدقيقه الخامسه، الدقيقه الاخيره ثواني على نهايه الوقت المحتسب بدلا من الضائع مشاهدينا الاعزاء. وادي رمي التماس للاعب محمد صبري بيلعبها ناحيه اليمين مره ثانيه لمحمود مجدي عبد الحميد، بيعدي محمود عبد الحميد، ادي محمود عبد الحميد، ولكن بقى يا ولد يا هشام يا ولد يا هشام الحقيقه لعيب جيد جدا في وسط الملعب للنادي الاهلي، اضاف برضه مع زملائه اللي نزلوا في الشوط الثاني. وادي بقى الكره ملعوبه من عصام المحمدي، الهجمه الخطره وحيد وحيد لمح حارس المرمى خارج بالمرمى ولعبها حلوه، حلوه الفكره، حلوه الفكره، حلوه الفكره. يعني شفنا بقى اشهر لاعب كان بيسجل اهداف دي اللاعب تشافي الونسو ايام ما كان في ليفربول بقى يعني. هذه الكوره بتتلعب على طول اماميه ومعديه عاليه وتصل في وسط الملعب كده النادي غزل المحله والى حارس المرمى حازم جمال. حازم جمال على مهله تماما، خلاص انتهى الوقت الاصلي والوقت المحتسب ايضا بدلا من الضائع، الخمس دقائق الوقت بدل ضايع انتهوا. والانظار كلها تتجه نحو محمد علاء هاشم حكم هذا اللقاء، والاهلي يقترب مشاهدينا الاعزاء من تحقيق فوز جديد، هو الفوز السادس للنادي الاهلي في هذا الموسم، وبالفعل في هذه اللحظات يصبح رسميا الفوز السادس للنادي الاهلي في دوري هذا الموسم، والاهلي 2005 يحقق الانتصار على نادي غزل المحله. مليون مبروك للكابتن حسن محمد وللاعبي النادي الاهلي اللي قدموا اداء رائع وجميل جدا. وادي بقى ركله الجزاء والهدف الثاني الجميل للاعب خالد كباكا، احمد خالد كباكا اللي سجل الهدف الثاني وهدف التقدم وهدف حسم الثلاث نقاط للنادي الاهلي. مشاهدينا الاعزاء مزيد من الانتصارات والحاجات الحلوه اللي دايما بنشوفها من لاعبي النادي الاهلي، وادي بقى يعني اللقطه الحلوه والدعم للقضيه الفلسطينيه مشاهدينا الاعزاء. مشاهدينا في كل مكان تقبلوا تحياتي تامر عبد السلام، والى ان نلتقي في مباريات اخرى قادمه للنادي الاهلي ومزيد من الانتصارات، دمتم في رعايه الله وامني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويعني نذهب الى فاصل ومن ثم نلتقي واحداث الشوط الثاني، الى ذلك الحين دمتم في رعايه الله وامني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.